السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من ملك وكتابة. حلقة اليوم تحمل الرقم 860 وبيغيب عنا فيها الزميل العزيز الكبير المهندس عادل القيعي لظرف صحي طارئ، عنده دور برد يعني، الراجل بيتدلى علينا شوية، بنقول له ألف ألف سلامة وإن شاء الله تعالى يرجع لنا يوم الاثنين اللي جاي بأحسن صحة وحال إن شاء الله. هيكون معانا في الجزء الثاني من الحلقة الصديقين العزيزين أستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري في قراءة مهمة جدا للمشهد الرياضي ولمحتوى حلقة الليلة. الحلقة جاية في توقيت مصر كلها فرحانة وبتحتفل بأفضل حدث في تاريخ مصر المعاصر، مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر المجيد. أعتقد ده أهم حدث في تاريخ مصر المعاصر، حدث استردت فيه مصر القيمة والهيبة والكرامة والكبرياء، حدث استرد فيه المواطن المصري قبل الجند المصري إحساسه بقيمته وبلده وبوطنه وبقدرته على قهر ما كان يراه البعض مستحيلا. نصر أكتوبر يا جماعة الحدث اللي درس فيه كتير جدا من الأكاديميات العسكرية العالمية لكل ما حواه من تفصيلات، أعتقد هتفضل شاهدة طوال التاريخ على قوة المواطن المصري وعظمة الجند المصري وبسالة القوات المسلحة المصرية. كل سنة ومصر عافية قوية، كل سنة ومصر قادرة بإذن الله تعالى على أن تستلهم روح أكتوبر لمزيد من البناء، مزيد من التعمير، ومزيد من التقدم والتطور إن شاء الله. حلقة النهاردة 860 فيها موضوعات كثيرة، لكن خلونا نقف عند أبرز ما فيها من عناوين. عاشور مش خلصنا بقى، الهدف 50 والنهائي 55، غدا القرعة والمثالية للأهلي ايه؟ مين بيلعب مع مين؟ مش عارف. أكتوبر والأهلي على خط النار، المو وتوصية طبيب نفساني، الشحات والنصيحة واجبة. ما هو لو بجد نشوف المفرخة. وأخيرا الكبار الوهمية والصورة الذهنية. ده محتوى حلقة النهاردة، محتوى ثري ومتنوع ومهم جدا في كتير من القضايا المهمة، عشان كده هنقف فيها بالتحليل والمتابعة مع الصديقين العزيزين عصام شلتوت ومحمود صبري. وأيضا هيكون لينا مداخلة مهمة من المغرب على نيل المغرب شرف تنظيم كاس العالم. الحقيقه المنطقه العربيه ما شاء الله قرعتها جت في المونديال مره واحده، بعد التنظيم المبهر من قطر لكاس العالم الاخيره لقينا ما شاء الله المغرب بتنال في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا شرف تنظيم كاس العالم 2030، لكن كمان السعوديه بتعلن تقدمها بملف طلب ترشيح او تنظيم 2034 عشان تكون منطقتنا العربية منطقة مونديالية ما شاء الله. النهاردة الكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي له تصريح مهم من شوية، وده يمكن يقفل الطريق شوية على الجدل والاجتهادات وإثارة الشائعات حوالين عقود اللاعبين. محمد عبد المنعم مجرد ما الراجل لعب ماتش وتاني ماتش وما شاء الله عليه، عبد المنعم واحد من افضل السردباكات اللي ظهروا في الكره المصريه في السنوات الاخيره، بسرعه عايز يمشي، عايز يجدد عقده، جاي له عروض كتيره، بيفاضل بين هذه العروض، هيمشي محمد عبد المنعم ولا مش هيمشي، وايه حكايه العروض اللي جات له؟ الحقيقه امير توفيق قطع الشك باليقين بتصريح مهم على الموقع الرسمي للنادي، وقال انه محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلقى
أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد بخصوصه في هذا الشأن كلام غير صحيح. وقال أمير إنه اللاعب بيقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية، وبات أحد أهم الركائز الأساسية لخط دفاع الأهلي والمنتخب الوطني، وبيزداد تألق من مباراة للتانية لأنه يشعر بالراحة والسعادة والاستقرار في النادي وبالتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات. ده كلام أمير توفيق اللي قطع الشك باليقين في موضوع محمد عبد المنعم. وخدوا بالكم يا جماعة، أنت بتتكلم دلوقتي، إحنا لسه يا دوب في بداية أكتوبر، يعني محدش هيقدر يتكلم في أي انتقالات. في الغالب الانتقالات الشتوية بتبقى محدودة لأن كل الأندية بيبقى عندها ارتباطاتها وعندها التزاماتها، فما بتستغنيش بسهولة عن لعيب مهم فيها. لكن إثارة كل هذه الأمور في التوقيت زي كده طبعا بيهز استقرار الفرق وبيشغل بال اللعيبة. عشان كده نتمنى أنه تصريح زي كده الناس عرفت فين الحقيقة على لسان مسؤول في النادي، فخلاص ما هياش مجال للاجتهاد، وأيضا ما هياش مادة لهز الاستقرار. بالمناسبة مباريات الدوري النهاردة اتلعب في الجولة الثالثة ماتشين، مباراة مثيرة جدا بين زد والبلدية المحلة، تعادلوا 3-3 في مباراة مثيرة جدا بيحيى فيها فريق بلدية المحلة الحقيقة، لأنه فريق راجع من الدوري من القسم الثاني زيه زي زد، بس زد راجع بقى بقوته أو مصعد لأول مرة بقوته وبإمكاناته، وفريق بلدية المحلة فريق بيقاوم ويكافح وبيناضل في المسابقة اللي رجع لها بعد طول غياب. بيتعادلوا 3-3 في مباراة مثيرة كانت الإثارة فيها أكثر حدة شوية من اللي كان في اسكندرية بين سموحة اللي استقبل المقاولين وقدر صاحب الأرض يكسب 2-1. الجمعة إن شاء الله هتستكمل مباريات هذا الأسبوع. الاتحاد السكندري بيستضيف الجونة وفاركو بيستضيف سيراميكا كليوباترا. يوم السبت الداخلية مع المصري وطلائع الجيش مع مودرن فيوتشر والبنك الأهلي مع الزمالك. ويوم الحد الاهلي والاسماعيلي في مباراه مهمه جدا ومرتقبه في استاد الجيش في برج العرب، وبيراميدز بيستضيف انبي. ده مباريات الاسبوع سواء اللي اتلعب منها او اللي لسه هيتلعب. النهارده كمان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب اعلن القائمه اللي هيسافر بيها معسكر المنتخب اللي هيكون في مدينه العين الاماراتيه. هيلعب خلاله المنتخب في خلال هذه الفترة في الأجندة الدولية اللي هي من 7 ل 17 أو من 9 ل 17، هيلعب مباراتين، الأولى مع زامبيا يوم 12 والتانية هتبقى مع الجزائر يوم 16. روي فيتوريا أعلن القائمة اللي هيسافر بيها للمنتخب في هذه الفترة الاستعدادا لكأس الأمم الأفريقية في الكوت ديفوار يناير اللي جاي. قائمة فيتوريا زي ما انتم شايفين فيها 25 لاعب، منهم 7 من الأهلي. ضمت في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، لازم أن يبقى اسمك محمد عشان تلعب في حراسة مرمى المنتخب. خط الدفاع محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، دول من بيراميدز، وأحمد فتوح وعلي جبر، وعندك ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي. في خط الوسط في طارق حامد ومروان عطيه واحمد سيد زيزو وامام عاشور ومحمد النني ومحمود حماده وحمدي فتحي. وفي خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدي. قائمه فيها كتير من الانسجام، ويمكن روي فيتوريا قال ان القائمه فيها 13 لاعب ما اتخدوش في المعسكر اللي فات. وقال الراجل في التصريحات مهمة جدا ليه، قال لك مباراة تونس لم تكن الأقوى لي مع الفراعنة لأنني واجهت بلجيكا من قبل. قال الماتشين اللي جايين مع زامبيا والجزائر دول اختبار جامد جدا للعيبة علشان نشوف مين اللي هيكمل معانا في الفترة الجاية. قال إن احنا لسه كمان هندور على وديات تانية قوية قبل البطولة الأفريقية. وقال إن أنا ما عنديش أي مشكلة في حراسة المرمى وشايف إن مصر فيها وفرة في هذا المركز وإن احنا بنعمل على تأمين هذا المركز للمستقبل. قال ان انا بتابع 6 حراس مرمى بجانب الثلاثة اللي خدتهم. قال روي فيتوريا حوالين الجدل المثار على انه بيتلقى عروض من السعودية وغيرها، قال لك انا عقدي مع منتخب مصر حتى 2026، هدف التأهل لكأس العالم وانا مستمر في المهمة بتاعتي. الحقيقة يمكن
مارسيل كولر والجهاز الفني للاهلي كانوا مترقبين جدا مين اللي هياخدهم روي فيتوريا، علشان انت عندك مشكله كبيره جدا. يوم 17 الاجنده الدوليه بتنتهي، يوم 18 مطلوب ان انت تسافر على دار السلام عشان تواجه سيمبا التنزاني في بدايه السوبر الافريقي، والمباراه يوم 20، يعني يا دوب 3 ايام ما فيهاش. فلا لا 7 مع المنتخب الاول، وكمان تونس بتعلن انضمام علي معلول الجناح الايسر للاهلي لمنتخب نسور قرطاج اللي هيلعب مع كوريا الجنوبيه يوم 13، وهيلعب مع منتخب اليابان في اليابان يوم 17. اعتقد زنقه جامده جدا لعلي معلول، لانك انت هتبقى جاي من اخر الدنيا في اليابان، علشان انت بتتكلم في 15 16 ساعه عشان تيجي القاهره، وبعد كده هتبدا تسافر. طبعا بيرس التاو كمان اختير لجنوب افريقيا، وعندنا وأليو ديانج كان ضمن القائمه بتاعت مالي اللي هتلعب السعوديه في البرتغال. بصوا لعيبه الاهلي متناثرين على سطح الكره الارضيه، علي معلول في اليابان، السبعه بتوع المنتخب الشناوي وزمايله في ابو ظبي، كمان أليو ديانج موجود في البرتغال مع منتخب مالي، بيرستاو هيبقى موجود مع جنوب افريقيا في ابيجان. كلها بقول لكم منتشرين على سطح الكره الارضيه، ومطلوب ايه؟ مطلوب تلمهم بسرعه وتجهزهم عشان يسافروا يلعبوا يوم 20. الازمه والزنقه اللي عملتها الشركه الايطاليه اللي بتنظم الدوري الافريقي، مطلوب انها تحل المشكله. وكان النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي امين الصندوق والمكلف بالاتصالات الخارجيه كان بيعكف على التواصل مع الشركة الإيطالية المنظمة لهذه البطولة الجديدة علشان تحل هذه المشكلة في استقدامات لاعب الأهلي الدوليين اللي موجودين مع منتخباتهم. لأنه يعني مش كفاية أن أنت تقول لي أنا هتحمل أعباء السفر، طيب وبعدين إمتى؟ ده أنت حد جاي من اليابان عشان مطلوب يروح تنزانيا، واللي جاي من البرتغال عايز اجيبه تنزانيا، واللي جايين من ابو ظبي عايزين اوديهم تنزانيا، او يجوا القاهره. لان وقت ما لعيبه الاهلي السبعه هيجوا مع المنتخب مساء يوم 17 على طول، الصبح هيكونوا مسافرين او بعد ساعه على طول هيكونوا مسافرين مع البعثه الى دار السلام. ويمكن ده اللي خلى مسؤول الاهلي يصرفوا النظر عن فكره يبقى في طياره خاصه تاخد البعثه من القاهره، لان هتاخد مين؟ ما هم يا دوب انت بتتكلم في 7 مع المنتخب وتلاتة اربعة كمان، يعني بتتكلم في 10 11 لاعب اساسي في التيم بتاع الاهلي هيكونوا بره تدريبات الفريق الاخيره قبل السفر. هنتمنى ان شاء الله ان يحصل تنسيق، وانا قلت لكم انه فرض بطوله دور السوبر الافريقي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت، وان تحشرها بين الارتباطات الدوليه والمحليه والقاريه، مساله قاسيه جدا جدا. نتمنى انه ده يتم إن شاء الله تعالى حله في الفترة القريبة. الحقيقة الأهلي بيواصل طبعا انتصاراته في كل الألعاب. عندنا في الأول في كرة السلة ما شاء الله رجال كرة السلة، وكان بعد العودة من سنغافورة وبطولة كأس العالم اللي الأهلي اكتفى فيها بالمركز الرابع، وبقينا بنزعل إن احنا بناخد في السلة رابع العالم. لما تشوف الجماهير الأهلوية متضايقة وزعلانة إن الأهلي رابع العالم، لأنه كان في المتناول بالفعل إن أنت تفوز بالميدالية البرونزية، تعرف إن أنت أوجستي بوش وصلك فعلا لمرحلة متقدمة جدا من الثقة والقدرة. رجع الفريق على طول دخل في أجواء البطولة العربية في الدوحة، امبارح فاز على مجد طنجة في المباراة الثالثة له، وصعد الفريق للمرحلة المتقدمة علشان ينافس على البطولة. هيلعب الجمعة إن شاء الله تعالى المباراة الرابعة والأخيرة في هذا الدور مع بيروت اللبناني لتحديد بطل المجموعة. عندنا ثقة إن شاء الله في رجالتنا يحتلوا صدارة المجموعة ويتأهلوا بإذن الله. اليد بقى بيستعد هو راخر لكأس العالم اللي هتبقى في الدمام. أنت عندك رجعت من كأس العالم للسلة، هتسافر كأس العالم لليد، وبعديها كأس العالم لكرة القدم، وهي دي مكانة الأهلي العالمية والدولية. لكن دلوقتي الفريق موجود في الكونغو برازافيل بيشارك رجال وسيدات في بطولة الأندية الأفريقية. فريق السيدات وده النقلة الحقيقة، يمكن الرجالة اعتدنا من رجالة كرة اليد في النادي الأهلي في السنين الأخيرة إن هم فعلا فريق قوي وعنده مستوى الحدث، لكنه كمان بنات الأهلي في الهاندبول
استطعنا التأهل للمربع الذهبي في البطولة اللي بتقام في الفترة الحالية. تأهلنا للدور نفسه أيضا في البطولة للمرة الثانية على التوالي. هيلعب فريق السيدات إن شاء الله مع بيترو أتلتيكو الأنجولي الساعة 5:30 مساء غد الجمعة، يعني بكرة 5:30، بكرة الجمعة 5:30، بنات الأهلي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي. بيترو أتلتيكو الأنجولي كنا بنسمع عنه في الكورة بس، لأن هو كمان اللي قدم لنا في لافيو جيلبرتو النجمين الكبيرين في كرة القدم، لكن كمان في فريق الهاندبول هيواجهوا بنات الأهلي الساعة 5:30 مساء الجمعة. فريق البنات حصد الميدالية البرونزية كان في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية اللي أقيمت في مايو الماضي بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي 29-16 في مباراة تحديد المركز الثالث. الحقيقة بنات الهاندبول يستحقوا كل التحية، لأن أنا بقول لكم هي دي الطفرة الجديدة، وده الفريق اللي يمكن أوضاعه اتحسنت كتير. نجماته منة الله السيد وفرح الشاذلي وأمينة هشام وفرح حازم ورنا راضي وتؤى كامل وفيفالدا دا سيلفا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا دنيا صقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسارة الخولي ونصر عيد وليلى حماد وشهد الشواربي. والجهاز الفني للفريق بيرافق طبعا البعثة في الكونغو كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي، والحقيقة اللي باذل مجهود كبير في تدعيم وتطوير فرق النشاط الرياضي في النادي. بيرأس البعثة ومعاها الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والكابتن محمد عادل المدير الفني، وأشرف عواض المدرب المساعد، وغادة حسام مدرب، ومحمد سليمان مدرب أو مدير إداري. ده بالنسبة للبنات وجهاز الولاد. بالنسبة للرجالة، الفريق الرجال واصل مشواره المتميز في البطولة على صالة نيكول أوبا في برازافيل. الحقيقة واصل بعد ما كسب نزيكو الكاميروني في المباراة اللي اتلعبت امبارح الأربع في الدور ربع النهائي من البطولة. المباراة أقيمت على هذه الصالة وشهدت تفوق كبير لرجال النادي الأهلي، وانتهت الشوط الأول انتهى 21-7. الجهاز الفني حرص على مشاركة عدد كبير عشان يجهز كل اللعيبة، وشهدت المباراة أداء قويا قبل ما تنتهي بفوز ساحق للأهلي 35-18. أعتقد ده كان فوز مهم جدا، وبيأكد أنه كل الألعاب الرياضية في النادي ما شاء الله ماشي على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي بالشكل والمستوى اللي يليق بالنادي الأهلي. كل سنة ومصر فرحانة، كل سنة ومصر سعيدة، كل سنة ومصر محتفية بنصر أكتوبر ومحتفلة بالقدرة على استلهام روح هذا النصر العظيم والعزيز والغالي على كل الوجدان العربي مش بس المصري. هنشوف هذا المقطع عن حرب أكتوبر وهذا الدرس التاريخي الكبير اللي فيها، ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الناقدين الرياضيين الكبيرين الأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شلتوت بعد الفاصل. عالية من الكفاءة. ورغم الحجم الهائل من العقبات والمصاعب التي تفترش الطريق لشن القرب، إلا أن العبقرية المصرية في التخطيط استطاعت أن تجد حلاً عملياً وموضوعياً لكل عقبة أو مشكلة في مختلف مراحل الحرب. اتضح من الدراسة أن عدد القواعد الجوية الموجودة للاستخدام كانت لا تكفي للمعركة القادمة. كانت أهم الأعمال الهندسية التي قامت بها قوات المهندسين هي أعمال التجهيز الهندسي. قمنا بتجهيز خنادق لفرق المشاة في الجبهة تكفي 500,000 مقاتل، وبلغت أطوال هذه الخنادق 1,000 كيلومتر، أي 5 أمثال المسافة بين القاهرة والإسكندرية. تم إعداد المواقع المحصنة لمواقع كتايب الصواريخ بلا نهاية في الجندي المصري. وأود أن أقول أن التخطيط كان يشمل التفاصيل الدقيقة جدا، ماذا سيفعله كل جند، الساعة كذا بيقوم بعمل كذا، والدقيقة كذا بيعمل كذا، واستمر التخطيط على أساس أنه حتى 24 ساعة، فكل ضابط وكل جندي
يعمل. وفي اليوم الموعود يوم 6 أكتوبر عام 1973 عبرت مصر عن نفسها، عن تاريخها وحضارتها، عن إصرارها وقوة إرادتها، عن قدرتها على تجاوز العقبات وتحدي المخاطر والأهوال، واستطاعت أن تصنع معجزة ظنها العالم أمراً مستحيلاً، وظنتها إسرائيل جنوناً وانتحاراً. تمت القصفين، القصفة الأولى كانت 15 دقيقة، ودي كانت عشان تأمين عبور جماعات اقتناص الدبابات لتصل إلى مكانها. القصفة الثانية كانت 22 دقيقة، ودي لتأمين عبور القوات المهاجمة للاستيلاء على السافر الترابي. مع بداية التمهيد النيراني للمدفعية عبرت 120 مرة، وكان الغرض من هذه المفارز إن أنا أسبق العدو في احتلال المرابط الموجودة على الضفة الشرقية للقناة. هذه الطائرات أقلعت من مطارات مختلفة وعلى مسافات متباعدة عن منطقة المعركة، وكان لابد لمفاجأة العدو أن تصل في وقت واحد تماما بهدفين، كل قياداته بحيث أنها لا تستطيع التدخل السريع ضد قوات اللي تعبر القناة. الحاجة الثانية تدمير كل الأهداف التي تؤثر على عمليات القوات الجوية في الأيام التالية. هم ناويين يقوموا بالهجوم، ما عملتوش بالضربة الأولية ليه؟ ما عملتوش ضربة إحباط ليه؟ فكان رد ديان قال لهم لم تكن لدينا التكنولوجيا للتغلب على حائط الصواريخ وعلى الكميات الضخمة من الصواريخ اللي كانت منتشرة حول الأهداف الحيوية و المطار. كان خطة القوات البحرية ان احنا نقطع وصول البترول لإسرائيل. ابتدينا بس ألغام في مدخل خليج السويس لتعطيله، نشف مجموعة من الغواصات في منتصف البحر الأحمر، فتح مدمرات في منطقة باب المندب للسيطرة على الملاحة، وصاروخية بعضها لتكبيد العدو الخسائر والبعض الآخر لتشتيت جهود العدو. فلسفة الخطة حققت كل اللي احنا عايزينه وكل الذي يكرهه العدو. حجمنا القوات الجوية بتاعته ان هو يستخدمها ضد قواتنا البرية، حجمنا خفة الحركة بتاعته ان هو يستطيع ان يهاجمنا من الأجنام او يصل الى لا 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 لا, لا يحب هذا الاسلوب من القتال اطلاقا. فرضنا عليه قتال لمدة طويلة، نستطيع أن نطيل المدة شهور دون أن نتأثر وهو يتأثر. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. على الأهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد. كل سنه ومصر طيبه، وكل سنه ومصر فرحانه ومحتفيه بهذا النصر الكبير. وبيسعدنا في حلقه اليوم ان يكون معانا اثنين من الزملاء النقاد الرياضيين الكبار. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا بك يا صبري، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. الشعب المصري بخير دائما ان شاء الله. طيب. انت مروق قوي عشان شفتك بس. والناقد الرياضي الكبير الاستاذ والصديق العزيز عصام شلتوت، اهلا بك يا عمده. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، واهلا بكل المصريين من ارض وانت طيب. وانت طيب، من ارض كل العرب، وخمسين سنه انتصار. ذكرى الخمسين لاكتوبر. طبعا طبعا. حدث مهم أوي. حدث مهم، حدث كبير، حدث أعاد الكرامة، حدث قوتنا الناعمة استغلت فيها فيما يسمى الخداع الاستراتيجي وقتها. نفكر بعض الأخبار، حسن شحاتة يصاب، الخطيب يؤكد أن الأهلي مش عارف نكسب مين كده، حاجة كده، اللي هو فكرة أن النشاط الكرة يمشي زي ما هو، وأن الفن، وأن الشركة مش عارف مصرية تنتج 6 أفلام جديدة، حفلات رأس السنة. لا ما شاء الله المصري طبعا. وما تسمع بقى يعني كبارنا والذين حضروا هذه الحرب، وهم بيقولوا ازاي الامريكان وكل مساعدي يعني دولة اسرائيل، هم بيقولوا لهم يا جدعان في حرب، بيقولوا يا عم حرب مين؟ يا عم حرب مين؟ الناس حرب الدهشور بتستمتع، حرب الدهشور، ربنا يديله الصحة. يعني لا الحقيقة عزة ما بعدها عزة يعني. واظن انه في التاريخ يعني لم يستعد أحد يعني فتوته وقوته خلال يعني مرحلة 6 سنوات غير المصريين تقريبا يعني. صحيح. فيما عرف بأنه المستحيل بعينه يعني. صحيح. أستاذ محمود، النصر جاي في وقت الأهلي كمان. منتخب النهاردة روي فيتوريا بيختار قائمة فيها 7 أهلي، والأهلي لعبته متناثرة طبعا، يمينا وشمالا، غربا وشرقا. صعبه طبعا، صعبه الارضيه، لعيب في كل حته. احنا عندنا بامانه شديده، عندنا يعني هنعيش محنه يعني الموسم الحالي، محنه كرويه صعبه جدا بامانه شديده. وانا كنت اتمنى كنت اتمنى من الرابطه ومن اتحاد الكوره ان هم يستمعوا بس لصوت العقل مره واحده، انه في حاجه اسمها موسم استثنائي. ليه؟ انت عندك طموحين للبلد. صحيح. مهمين جدا. الهدف، انا بعمل المسابقات دي كلها هدفي ايه؟ منتخب مصر. ان انا اروح كاس عالم بشكل كويس جدا، وان انا اعمل كاس امم افريقيه اردها بعد فتره الغياب اللي بعد. يعني احنا برضو افريقيا يعني ملعبنا وبوابتنا دايما، واحنا يعني ارتباطنا بيها، واحنا معانا كلمه السر فيها. فاعتقد انه انا متاكد ان انت جاي تضرب نار، عشان كده خلونا نكتفي الاول بضربة البداية. الهدف 50 والنهائي 55. امبارح الأهلي بفوزه على إنبي 3-0 وصل للنهائي 50 أو 55 في تاريخ مشاركاته في كاس مصر، البطولة الأقدم. لكن نجمنا علي معلول، النجم التونسي اللي على رأس قائمة نسور قرطاج في هذه المرحلة، سجل الهدف 50 اللي استهل به ثلاثية الأهلي امبارح. عشان يأكد علي معلول يا أستاذ محمود أنه مدافع هداف ولاعب تقيل قوي. لا طبعا علي معلول أنت تشوفه يعني عمل حاجة يمكن إحنا شفناها مع كابتن ربيع ياسين في فترة من فترات لما بدأ تحول من مدافع لمهاجم. حتى أنه فايتسا في فترة من فترات عارف يحل المشكلة ما بين ربيع ياسين وأحمد رمزي، لاعب الاثنين مع بعض. أيوه. يعني إيه أيوه. واستفاد منهم وعمل معهم، وكانت الناس كلها متفاجئة، تغير الطريقة وعمل حاجة كده. أنت لما تيجي على علي معلول تقف بحجم الأداء بتاعه والتطور مستواه المذهل من 2017 لغاية دلوقتي، يخليك تحتار الأهلي دلوقتي بعد ما وصل للسن ده عاوز تجيب حد، بتدور على بديل عشان الظروف والأمور اللي انت شايفها حوالي، ما عندكش وصعب تلاقي حد قريب من لا مش لو هتقيس على علي، لا على هتقيس علي، لكن ايه برضو الراجل يعني كولر عنده فكر فاختار لسه. ومن المرات القليله محمود اللي تبقى عايز بديل عشان يستمر. طبعا يعني علي بالظبط، عشان علي خلاص. لا 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 بالظبط يعني الحسبه الفنيه انه عشان تفضل محافظ الوقود بتاعه من حب من حب الناس وارتباطها، وانه علي الجانب الهجومي عنده مميز جدا. الناس تقول لك لا ده احنا ما عندناش مشكله في الشمال، احنا عندنا ممكن نخلي علي يطير في الشمال ونلعب تحتيه. هو اساسا على فكره بيلعب فوق مش تحت، هو بيلعب كده لان هم كانوا بيلعبوا 4-4 بيلعب. فعاوز اقول انه من الاجانب اللي اثروا وارتبطوا
مش عاوز اقول يعني مش حابب كلمه هو من يعني مش عاوز اقول كلمه اجنبي، هو اجنبي في الاحتراف، لكن هو من اللعيبه التوانسة المؤثرين جدا اللي تركوا بصمه، وارتباطه بالاهلي زي ما تقول ايه زي العلاقه بين ايه، شوف الفرق مثلا انيس ابو جلبان لعب سنتين معانا في الاهلي، شوف الارتباط والعلاقه والبتاع والدخل ازاي في تواصل. علي معلول اعتقد هيبقى بالنسبه له لازم الراجل ده يبقى مستقبلي بكادر من كوادر الاهلي، لازم يعني حتى بعد المرحله دي لازم يكون محطوط وتحط في ليفل مهم جدا. لعيب مميز جدا، عمل رقم يعني من الهدافين من المدافعين اللي يبقى هداف بهذا الشكل، يخليك تعيد تفكيرك في 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 طريقه اللعب، خليك تعيد تفكيرك في في اداء الفريق، في اللعيبه، في عناصرك، في انه انت ممكن المهاجمين المدافعين يبقى حل ليك، بدليل انك انت رجعت في الجزئيه دي كمان في وجود اكتشاف بسم الله ما شاء الله محمد عبد المنعم، بيخليك برضو ايه بيديك برضو حاجه مختلفه، التطور، الهدوء، النصايح، يعني بيسمع الاخطاء اللي قلت الناس شايفاه بسم الله ما شاء الله وربنا يحميه، يعني انا بحبش التوني العالي ده لسه فوق الموسم، لسه ما رحناش للدوري الافريقي ولا دوري ابطال افريقيا، لكن بسم الله ما شاء الله اداء مستوى عالي معلول، علامه مميزه في النادي الاهلي، وعلامه مميزه في دفاع النادي الاهلي، وعلامه مميزه في هجوم النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق، واعتقد انه الموسم ده هيبقى موسم مهم جدا بالنسبه له ومهم جدا للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق ان شاء الله، والخمسين يبقوا 100 باذن الله تعالى ان شاء الله. محمود استاذ عصام اشار لمحمد عبد المنعم، والنهارده امير توفيق يمكن له تصريح نفى كل المحادثات الكلام اللي بتتقال والعروض والعقود والدوشه يا جد، وقال يا جماعه ما فيش اي حاجه جت للنادي الاهلي عن محمد عبد المنعم، وهو لاعب مهم في الفريق ولاعب ناضج ولاعب مستواه ده جاي نتيجه استقراره. كنا مع بعض برضه قلت لك بلاش نخلط الهزار بالضحك. ايوه يعني لعيب عنده موسمين صحيح، لعيب اصلا اصل التفاوض انه النادي الاهلي لا يرفض ابدا استقبال اشياء رسميه. ايوه بس متى واين، عامله زي الخمس حاجات بتوع الخبر صحيح صحيح، واخد بالك يعني لا هو وقت انفتاح بيبان في اي حته في العالم. ده بص اللي بيرمي الرمي وما لك ابراهيم، بس انا اقول لكم اوعى تفكر في يناير. ايوه ولا في لا قابلني الصيف. اخر الصيف اللي يعيش اللي يعيش بقى. ما هو جوحه زمان قال للناس الحلل بتولد، فلما لم حلل الناس كلها ودى اتنين حله والده، اما ماتوا 80 حله قال لهم ما الحلل ماتت وهي بتولد. ف يعني ما اكثر والله ما اكثر الاخبار اللي يقول لك كواليس الحلل اللي بتولد، ما اكثر يعني ايه كواليس انتقال ابراهيم منيس للزمالك ثم كيف فشلت صفقته. ما انا بقول للجمهور كده دايما والله يا جماعه لو على صناعه اشياء جاذبه ليه، لكن مع النادي الاهلي يعني لما بنطلع لكم في الحاجات اللي بنحاول فيها في النادي الاهلي في اوقاتنا الخاصه او في قناه النادي الاهلي، احنا ما بنقولكوش ما يعني هبوا على الاخر، احنا بنقول لكم خلي بالكم بس انه في حاجات يعني ايه طبقه مش سليمه خالص، قياسا على حلل يعني اخونا جحا يعني، لان النحاس كان بيجنزر برضه زمان اللي يعرف. لكن هي الفكره انه قدرا انه يجي عقد لمحمد عبد المنعم ب 10 مليون دولار مثلا. امتى؟ مثلا انا بقول لك امتى؟ في بطوله افريقيا، في سيزون لما يبقى يخلص، في انديه لما تبقى تفتح، هو ما شاء الله اكيد بهذا الكم من انتوا ناسيين كولر، بهذه التوعيات اللي حطها كولر اللي الاهلي دايما سابق من اول كوتي، وانت جاي بقى المطورون اللي الاهلي بيقعد يبحث عنهم، عشان كده لما تقول ان كولر ده لوحده اهم الصفقات طبعا صح. لانه هو النادي الاهلي كده المطور الاساسي والوحيد تقريبا، ما حدش يزعل مني، وبالتالي هو بيبث في لعيبته ده. عبد المنعم من ماتشين لعب ماتش اهو، وادي الماتش الثاني امبي لا في حته تانية بقى خلاص، تحول للهدوء زي ما انت وصفت يا استاذ محمود، وبدا في الجيل الثاني ليه بقى اللي هو بقى ايه العقل زينه والقائد بتاع الخط ده والراجل اللي بيطلع وبيقول للناس اهدوا وحاجات كده. طب لما تسمع ارقام إذا حدث من هذا النوع وهو يستحق، طب والأهلي طبعا هيقول أنتوا مين نادي سين صاد، لكن الطبيخ الفاسد ده وحيل الجوعة مش هتنفع مع النادي الأهلي، حتى ما هياش منطقية لا يجوز يعني. وأنا الحقيقة يعني عارف لما تروح لحد تقول له والله كلفت نفسك، يعني الردود بتاعت أمير ده أنا عايز أقول والله أنت كلفت نفسك عم أمير، إحنا مش غرب، ما كنتش قلت أصلا يعني يا راجل. عارف عاوز أقول لك على حاجة بأمانة شديدة، لازم يبقى فيه وحدة رصد. انا بطل وحده وحده رصد
ترصد بأمانة شديدة حجم الشائعات اللي لو انت مسكت ورقة وقلم وشفت حجم الأخبار المفبركة في الفترة اللي فاتت تخليك مش تشد شعرك. هو ما فيش شعر، الشعر راح ماشي. لا بجد والله، والله فعلا يا أستاذ سامع بأمانة شديدة انت يخليك الوضع في منتهى الخطورة. ده انت بتتفرج على ماتش ويقول لك هروب فلان من كذا، يعني ده قاعد بيتفرج، وهو قاعد بيتفرج قدامك بيلعب وجاب جول ويقول لك مش عارف ايه انت ممكن تشوف المسائل دي انها يعني ماشي ما تكبر دماغك، بس الزن على الودان لا طبعا ليك علاقة كبر دماغك. الاداء حاليا بص، هناك مجموعات تخصصت يعني كل مجموعة مع بعض بيديرهم واحد، تلقاه بس اخبار هدفها النهارده احنا حمله النهارده نازلين حمله عن ابراهيم المنيسي وهنكسر الدنيا، وبكره حساب شلتوت، وبعد بكره محمود صبري، احنا لازم نخلص مفيش وقت. عادي بكره فقالت طيب بس ده يخليك ايه؟ يخليك انك انت طبعا هيبقى فيه جهد كبير جدا من اداره الكوره في الاهلي ان هو يحمي ويحافظ على البيئه بتاعته ما يوصلش. طبعا دي صعبه جدا في ظل انه كله بيفتح ويشوف بيتفرج، بس يعني دي عاوزه ايه؟ عاوز انت كل شويه دي يا جماعه ما تلتفتوش للكلام ده يا جماعه، سيبكم من الحدود يعني ايه. الناس قاعده كل مهمتها مثلا تشوف مثلا، اصل هي الوقت هم لقوا حلول بقالهم موسمين بقى تركيز حتى في نتائج مباريات، لو طلع حد حتى لو في استوديو عشان فريق اتغلب اي فريق فيقول لك ايه ما الاهلي بيتغلب من 6 سنين الاهلي اتغلب. يا عم ده يعني لابد ان انت تحط الاهلي ثم تتكلم، تحط الاهلي ويا ريت في حاجه يعني من الحاجات الكتير قوي 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 اللي عاملها الاهلي زي يا ريت احنا نفسنا نتقدم بطلب، يا ريت الاهلي يلعب في اسماعيليه لكن يعني. طول الوقت عارف انت الحدوته ما هي دي ادور عليها حاجه كانه الاهلي هو اللي رافض يروح يلعب في اسماعيليه. لكن تقول له خليك تروح اسماعيليه امن القاهره فين الاسماعيليه. يعني الكلام ده ممكن يكون مقبول من الجمهور، لكن انا شفت مصيبه، شفت نائب رئيس النادي الاسماعيلي الاستاذ فرج عمران الراجل طلع بيقول معترض ان الاهلي هيروح يلعب الاسماعيلي يوم الماتش جاي يوم الاحد في برج العرب، وبعدين بيقول لك ليه ما نلعبش في الاسماعيليه والامتى جمهورنا هيفضل يتعذب في انه يسافر للاسماعيليه والله، وانه عايزين كلب مكيال واحد بدل الكلب مكيالين، وهو مش واخد باله. يعني الكلام ده ممكن يكون من جمهور بس الحقيقه المباراه اللي جايه مباراه الاهلي يعني ما كانش مطلوب الا ان انت تيجي تلعب في القاهره، لان الاهلي كان جايب الموافقه الامنيه ان انت تلعب في القاهره، والاسماعيلي ما بيجيبش الموافقه الامنيه على استضافه الاهلي في الاسماعيليه وكل لجنه مسابقات في كل سنه بتقول كده يا عصام، وما تعريض وما زال يعني الكلام هو هو. ولماذا تعرض الدوله او الامن في الدوله السلعه المكلفه اللي بتسعى دائما لخليك في الشارع المصري وفي بيتك وفي ملاعبك عايش، ليه بتعرضها لهذا الحرج؟ قالوا لك بدل مره 100 بما فيها شكل رسمي اخرهم مع يحيى الكومي، الراجل قال على الهواء ذهبنا الى السيد مدير الامن قال انه هذا لا يجوز الان، حتى انت والمصري ما بتلعبوش في السويس حتى. وقال لك الاهلي قال لنا انا موافق العب، عنده موافقه امن القاهره شفناها بام اعيننا يعني، لكن تأدبا بقى ما بيطلعش يعني يطلع بيها على الشاشات يعني مش هيطلع يقولها، لان بلده دي العاصمه والعاصمه قادره على حمايه كل ما يمكن ان يكون من اعداد وملايين، لكن المحافظات لها طبيعه خاصه يا اخي انت لا في ظروف وانت رايح كمان تداعيات امنيه، وانت رايح تتكلم كمان اثناء تداعيات واثناء يعني حادث مأساوي وظرف صعب يا اخي. ايه يا اخي؟ مع ان الراجل نصر ابو الحسن راجل محترم وراجل حقيقه مصري قوي وعاقل، وانا عرفت ان هو استنك في التصريح ده للامانه برضه، لكن هل هيقدر بقى يقول لهم ما ينفعش كده؟ ممكن يسخنوا عليه. ما هو ده بيجرك لحاجه، ما هو ده بيجرك لحاجه ان احنا حاليا تحولنا المسؤول المشجع دلوقتي احنا عندنا ظاهره او المشجع المسؤول ورصدها في انتخابات نادي الزمالك، وشوف حجم التصريحات اللي اتقالت على النادي الاهلي وادخال الاهلي في طرف ما فيش. يعني انت لو جيت سالت اي حد من المسؤولين المرشحين في نادي الزمالك قلت لهم لو سمحت يا جماعه هل صدر بيان رسمي وتصريح رسمي من اي مسؤول موظف اداري في النادي الاهلي بيقول حاجه تخص نادي الزمالك؟ هيقول لك لا ده بس الجمهور ولا الاهلي. طب انت هتخش مع الجمهور في مساله اذا انت قررت تدخل مع جمهور الاهلي خلاص في مواجهه خلاص استقبل وقابل واستحمل. لكن عاوز اقول لك ايه يا جماعه بتزعلوا يعني عاوز ايه؟ يعني انتوا بتودونا عاوزين تودونا لغايه فين؟ ده يؤكد على ايه؟ اتمنى من كل واحد يقفل بس ما فيش فايده مش ويتكلم على ناديه بس مش يعني انت ليه مصر وعارف
انك استدعاء الاهلي في كل مكان هيعمل حوالي ايه يا صديقي العزيز؟ ما عندوش حل تاني، لا عنده شغل ولا عنده، ويا ريته مشجع مسؤول، لانه اول لو مش موجود في الكرسي او مش بينشن على كرسي ما بيروحش النادي ويقول حاجه غير كده، ويبدا يراهن بقى لانه ايه، ما تعمله زي الاهلي. طيب الله. بعيدا عن حلل جحا بقى بتاعت عمك عصام، الاهلي الحقيقه يا جماعه في 2023 بالفوز الاخير على الانبي بقى عنده رقم عالمي كبير جدا. الاهلي اكثر الانديه على مستوى العالم تحقيقا للفوز في 2023. الفوز الاخير كان الفوز 37 له، بينما مانشستر سيتي عنده 35 فوز في هذا العام. 2023 سنه اهلاويه بامتياز يا استاذ محمود. يا عم والله انت هتزعل الناس. في ناس هيزعلوا. مش دي هقول لك الرقم. مش دي ارقام. يعني بص يعني بص عاوز اقول لك على مانشستر سيتي يا عم والله. يعني والله العظيم والله العظيم بجد عايز اقول لك ايه، انا اقول لك ايه، اولا يعني دي يعني بسم الله ما شاء الله، ويا رب يحمي كل المنظومه، وده فضل ربنا نتيجه العمل الكبير اللي بيتعمل والجهد الكبير سواء من مجلس اداره النادي او الاجهزه الفنيه واللاعبين، وده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي نتيجه اخلاص وعمل وهدف، ان انا مركز مع نفسي، انا شاغل نفسي بعيوبي. أنا مش شاغل نفسي بعيوب الآخرين، أنا مش شاغل نفسي بمسائل الآخرين، أنا سفينتي ماشية، أنت عمال تحدف عليا طوب، أنا مش هرد عليك. حدف زي ما أنت عايز. وأنا خليك أنت مع الحلل. ما أنا عاوز أقول لك إيه؟ استنى الخلوفة. عاوز أقول إيه؟ يعني دي حاجات كويسة جدا تضاف. ليه؟ تضاف للأرقام، تضاف للإنجازات، تضاف بتحطك في شكل بعد كده، دي حاجات دي بتكبر وبتخلي بتجيب مكاسبها. أه بعد كده انت بتكلمني على رعايتي فين وانا جبت من فين وحطيت فين وعملت ايه، وهذا نتيجه الكلام ده، نتيجه الارقام اللي انت بتعملها والفوز والتواجد حاضر في كل البطولات سواء على المحليه او الافريقيه او على المستوى الدولي، فده ده بحد ذاته بيردد اسم النادي الاهلي الذي طيب بدا كبيرا وسيصبح وسيستمر كبيرا. الاسم الكبير استاذ عصام، لما الاقي احد المواقع العالميه المهتمه برصد التفاعلات الرقميه بتقول ان النادي الاهلي صفحته على الفيسبوك بتخلي النادي الاهلي النادي رقم 2 في العالم، يعني الاول برشلونه 23 مليون وكسر، الاهلي 15 مليون وكسر، الاهلي بيتفوق على ليفربول وبيتفوق على ريال مدريد، والخامس النصر السعودي اللي عمل طبعا رواج مع كريستيانو رونالدو طبعا واخد بالك. لكن لما يكون رقميا انت الثاني على انديه العالم في التفاعل الرقمي على صفحتك على الفيسبوك، اللي بنحيي الصديق العزيز جمال جبر في المركز الإعلامي وكل أسرة المركز الإعلامي على الجهد المبذول في السوشيال ميديا الأهلوية اللي خلت النادي الأهلي يا جماعة يبقى الرقم 2 على مستوى العالم. لسه في ناس عندها القدرة والاستعداد للمناكفة في الشعبية. ليفربول ومانشستر قالوا للجبلان انت بتكلي بميكالين، بعتوا يعترض وحولوها للجنة الفتوى، وان الاهرام بتجامل الاهلي، وان الاهرام طول الوقت بتجامل الاهلي من وقت الكابتن حسن ربنا يديله الصحة عايشنا الراجل المحترم. وبالتالي انت يا عم ابراهيم مركز الاحصاء والتنوير التابع للامم المتحدة، حين يكون هناك ارقام غير اللون الاحمر يبقى عالمي المكانة. ايوه اول ما يبقى حاطط ارقام فيها اللون الاحمر يقول لك كل الالوان دي وحشه. أيوه. وهد يا جدع وركب ورقه، ما احناش ملونين كمان. أيوه. مستحيل تفاهم ده. ليه يصعب يا استاذ ابراهيم ان انت تكون غير قادر على تحصيل بطوله فانت بترجع للناس يعني بايه؟ بص في ذكرى اكتوبر دايما عندنا افلامنا العظيمه، الوفاء العظيم، الرصاص الرزال في جيبي. وفي مواسم يعني هجره الرسول العظيم عليه الصلاه والسلام والمولد النبوي، ففاكرين انتوا القصه بتاعت من الذي قتلكم خزاعه، من الذي حطم احلامكم خزاعه، ليه؟ عشان يفكوا صلح الحديبيه. وبالتالي يا جماعه لازم يقولوا كده، ما هو الاهلي بقى بيشكل لهم خزاعه دلوقتي. ليه؟ طيب انا دلوقتي مش قادر اضيف لا بطوله ولا ماتش، وتلعبوا تكسب يعني حتى على الجيم سوا سوا تلعبوا تكسب. طب هيقول ايه غير الحقوني اتنشلت؟ ما انت مش عايز تروح البيت معاك المرتب لانك ليك اعداد خاصه بره، فهتقول للمدام ايه؟ الحق والله سرقت منهم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا مش لاقي تفسير الحقيقه، يعني
يحط لنا هم قاعده نمشي عليها. لا يعني زادت الامور يا ايوه يعني عشان كده. لا لا زادت بامانه عشان كده انا معاك كل كل يجب كل اللي الاهلي دائم لجمهور الاهلي ومن ثم من الاهلي بقى الاهلي المؤسسه الاهلي المجلس الاهلي الفرق الاهلي الادارات ما يشغلش نفسه بغير هذا التقدم. لا 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 لا, لا. انت لو غيرت اسلوبك هتتجر لل ان شاء الله لا للمعجنه لا مش هتقدر. لا انا 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 بص 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 يا صبري لا انا بجد انا يعني انا متحير وحزين ولا اللي عامل لكم ايه دي ايه المرحله ما تكسبني في الملعب ولما بتكسب في الملعب بطلع بقول لك انك انت كسبتني بكذا يعني عاوز اقول لك يعني يعني النهارده تحولت المباريات الى ساحات المنصات والاعلام مباريات في الملعب يا جماعه بمستطيل الاخضر داخل الصالات لكن انت النهارده كل واحد ما قدرش يكسب الاهلي او الاهلي علم عليه طالع يرد اعتباره من خلال مين؟ التزوير، الكذب، التضليل، اسفاف، انحطاط، كل ما يخطر على بالك تطول الايادي حتى الذين بعض الذين لعبوا في النادي الاهلي ولا دفع فلوس واشتراهم خانوا الامانه وانكروا الجميل انكروا لقمه العيش اللي كلوه ده انا باكل معاك لقمه عيش ما اقدرش حد يسالني عليك اقدر اقول له ده كذا كذا اقول له سعيد عم محمود المشهد صعب الاهلي يا جماعه في في نهائي كاس مصر اللي انتم شايفينه للمره 55 الاهلي بيتاهل للنهايه 55 مره ده في حد ذاته رقم قياسي الاهلي عنده رقم قياسي في مرات الفوز بالكاس 38 مره خسر الكاس 16 مره يعني 16 مره في النهائي يخسر الكاس و38 مره ياخدوا البطوله الزمالك هو المنافس المباشر للاهلي تاهل للنهائي 41 مره يقدر الزمالك لو تغلب على بيراميدز في السيمي فاينل يتاهل للنهائي يبقى 42 في تاريخه الزمالك فاز بالكاس 28 مرة وخسر النهائي 13 مرة وقلت لكم علي معلول سجل الرقم أو الهدف الخمسين لكن أستاذ محمود جملة أرقام لازم نقف قدامها يا جماعة بالتحليل والاحترام مارسيل كولر لعب المباراة 65 له مع الأهلي امبارح حقق الفوز 47 ما خسرش في ال 65 مباراة غير 6 مباريات وتعادل 12 خدوا بالكم من منها او ابرزها كاس العالم للأندية اتعادل 5 مرات تعادل سلبي و7 مرات تعادل ايجابي لكن الرقم الكبير المهم انه في ال 65 مباراة للاهلي مع مارسيل كولر الاهلي سجل 125 هدف يعني تقريبا هدفين في كل مباراة وده معدل عالي جدا تبان قيمته كمان لما تبص على الأهداف اللي استقبلها الأهلي في ال 65 مباراة فقط 36 هدف يعني أنت عندك نجاعة هجومية قوية جدا وحصانة دفاعية لافتة يا أستاذ عصام طبعا أنت أصلا الأرقام لا تكذب إلا يعني إيه ممكن تضايق حد فيكذبها بقى هو يعني أو يحاول مش عارف هيعمل إيه بقبل أرقام أرقام الحقيقة تدل على أنه في يعني عمل على قدم وساق على مدار الساعة احنا شايفين سيستم كالعادة يعني بس احنا بنتكلم عن مرحلة كولر الراجل شغال بميزان يعني من الذهب للاعبين النهاردة عاشور وكهربا بيقعدوا ويلعبوا في لحظات محددة هو حاططها النهاردة يدخل الجي بي اس النهاردة الدي ان ايه النهاردة الاحدث ثم الاحدث 7-8 اجهزة لم تعرفهم يعني فترات اعداد ولا حتى تدريبات الاندية على مدار سنوات طويلة في اقل من ربع ساعة زي ما عرفت كانت تفهمت الادارة وبدأت في اجراءاتها ووصلت طبعا وبالتالي حين تكون معادلتك هي عمل دائم اكيد النجاح والارقام لان الراجل برضو بيراجع كل ما يمكن ان يكون داتا عن اللاعبين وعن طريقة الأداء والدليل أنه امبارح قال تصريح مهم يا جماعة لما الناس كلمت عن مودست بالمناسبة اللي اللعيبة أصلا بتتنقل من أندية مصرية عندها 37 و39 سنة وبيلعبوا يا عم أنا مش بقطع في حد وانت بقى راجل جاهلك من كلاس إيه قوي قوي عنده 35 سنة ويقول لك خلص يا جدعان انتوا بتهرجوا انتوا بتهرجوا طب شوفوا كمان كم حد خلص مثلا هو عنده جوه هو عنده جوه قال له هات 35 قال له ما عنديش وهو عنده جوه طيب. فانت هنا لابد ان الناس تاخد بالها ان دي ليها دلالات قويه جدا ومهمه جدا امبارح قال انه لن يغير طريقته اصل كله بيصغره لك اصل هو جايبه علشان يلعب يعني ايه واحنا في هاند بول لما تيجي الهجمه يروح نازل مودست تقولوا طيب. كلام مفهوم انا هقول لك على الارقام النوعيه في ده يا استاذ محمود
عشان تشوفوا الفرق البدني اللي عند فرقه الاهلي في المباريات ال 65 لمارسيل كولر. الاهلي سجل في الشوط الاول 56 هدف، لكنه سجل في الشوط الثاني 69 هدف. فالفاعليه بتاعتك في الشوط الثاني اعلى، وده يعكس الحاله البدنيه المستقره. من خارج منطقه ال 18 الاهلي سجل 110 هدف. من خارج المنطقه سجل 15 ومن جواها سجل 110. سجل 67 هدف بالقدم اليمنى و35 بالقدم اليسرى و19 هدف بالراس، وده اللي عكس انه الراجل جاب تدريبات او جاب اجهزه لتطوير ضربات الراس لان الرقم واضح. كهربا هو هداف الاهلي مع مارسيل كولر ب17 هدف، ومحمد شريف عنده 14 هدف، علي معلول الظهير الايسر عنده 12، وحسين الشحات عنده 12، وبيرسي تاو عنده 12. الاسيست كمان افضل صانعي اهداف مع كولر في الاهلي، علي معلول صنع 19 هدف، وحسين الشحات 15، وقفشه 9. هذه الارقام لهذا المدرب يا استاذ محمود تعكس ان احنا بصدد مانويل جوزيه صديقك بيعاد استنساخه. لا ده مش بعاد، لا مش بعاد استنساخه. ده اللي كان مع مانويل جوزيه مع كامل احترامي قد الناس الموجوده ده، لا يعني على الافراد على الافراد لا. ده مانويل جوزيه كان معاه نجوم النجوم. ده الراجل ده يعني بيشتغل شغل جامد جدا. بيطور، وفي ناس كتير اتطورت معاه. يعني انت في فتره جه جمهور الاهلي فقد الثقه في بعض اللعيبه، اتطور مستواها بصوره كبيره جدا، على راسها اصابات بيرسي تاو. تحول بيرسي تاو الى المهاجم الابرز للنادي الاهلي. عندك اداء حسين الشحات بعد ما الناس كانت زعلانه ومتضايقه، تحول حسين الشحات في اداء نجم الشباك. انا بكلمك كهربا جاي من إيقاف. ماشي. محمد عم منعم تحول اداء وتحول الى يعني ايه ظهر، بدا نجم يعلى شويه مع الموسيماني، زاد في الاداء الى الافضل. علي معلول عندك، ديانج عندك، كهربا. الناس كلها كانت فاقدة الامل في كهربا بعد اللي شفناه، محمد عبد بقى الهداف. ما انا بقول لك اهو، كانت بتخاصمه احيانا. انا بقول لك يعني، فانا عاوز لك ايه، كون تطوير الاداء بتاع اللعيبه. وانا يعني قناعاتي اني شايف ان الراجل لسه ما اداش اللي هو عايزه. يعني اعتقد لسه عنده اللي هو افضل بالوصول للمستوى المطلوب، وعنده هذا الموسم هو موسم تحدي بالنسبه له على فكره. يعني انت ايه وصلت الى القمه، هيكون بقى تبان قدراتك في الثبات انك انت تحافظ على ما وصلت اليه، لانك هتواجه شراسه، هتواجه فرق مش هتبقى لعبه لو لعبت قصادك. البطوله طبعا امام الاهلي، هتبقى البطوله هي قدام الاهلي. يعني بص، الفوز على الاهلي هو بطوله في حد ذاته في الموسم ده، هيبقى تحدي ازاي انا ايه يفوز عليك يعرقلك يعمل لك مشكله. فاعتقد انه التحديات دي كلها هتخلي كولار والعناصر الموجوده معاه لازم تبقى حاضره، بدليل انك انت النهارده بعد كل مباراه يخرج اي مسؤول من الطرف الثاني او المسؤول عن الكوره، طب وهو ما رايك في سكواد؟ من هو الاسكواد الافضل؟ هل هو النادي الاهلي ولا ايه رايك؟ لا، هو الاسكواد الافضل هو نادي بيراميدز. هو الاسكواد الافضل النادي رقم واحد، والاسكواد الثاني رقم اثنين نادي الزمالك، والاسكواد الثالث النادي الاهلي. بس هو النادي الاهلي عنده فرقتين، ثلاث فرق. يا سلام على التحليل. ايه ده يا ايه ده؟ بعدين يعني بيعرف يكسب. بعدين يقول لك بيعرف يكسب. بيعرف يكسب. لا انا عاوز اقول لك ايه؟ يعني باي منطق يعني ايه السخافه دي؟ وايه عدم الاحترام؟ كولر بيخلص الماتش بدري. إيه لا ليه ليه؟ يعني الامتى؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ وضربه الجزاء وهي يعني فيها، بس هو طبعا انا قلت له ما تتهورش، هو اتهور. انا عامل له يعني هي ضربه جزاء ولا اتهور ولا يعني عاوزين الناس بتضحك علينا. اوعى تتهور ولا تتهور. لا والله والله يا عصام بقول لك ما يعملش، الناس بتضحك علينا. يعني حتى ما عندناش الاحترام. يعني الاحترام من عدم في المنافسه. لا تجد مسؤول في الاهلي يخرج بيتكلم، ولا لعيب في الاهلي، ولا لعيب اعتزل، ولا مدرب من لعيب من طرف النادي الاهلي بيطلع يتكلم على حد، ولا بجيب سيرة حد. المشهد مشهد مؤسف وخيابه ماشي. انك تصل بالمرحله انك انت كل الهدف انتوا عاوزينه تعملوا ابطال على الاهلي على الشاشات. يا عم اعمل بطل مع الاهلي في الملعب. يعني لما تغلبه في الملعب لما يطلع مش لما يعني لما يطلع واحد مذيع منتسب لنادي الزمالك يطلع يقول لك ايه؟ اصله ارتا سولر افضل مليون مره من سان جورج. يا عم طب ايه الهدف؟ اللي داخل سان جورج يعني انا بسالك سؤال يعني ليه؟ ليه ليه ايه ليه ليه ليه, ليه بتجيب ليه بتحكها في الاهلي؟ يعني عاوز بني طب اصل يعني ايه اصل؟ لا بجد لا والله العظيم بكلمك بجد. المحروقات على رأي العرب غاليه. وبعدين يقول لك ايه اصله التعصب؟ يا عم تعصب ايه؟ يا عم تخليك في رئتك. يعني هل حد طلع انتوا ايه متابعين جمهور ده جمهور الاهلي ده جمهور كوره
يعني انت بتبني اراك على جمهور الكوره وتبني اراك على مين؟ ما تريحونا انتوا عايزين ايه في زي مساله ايه؟ اصل جمهور الاهلي هدف فالتاني رد عليه انا راجل وهثبت وهجيب لعيب. يا عم انت يعني انت اللي بدات الكلام، انت عاوز تدخل الحدوده فين؟ شفت بقى نابر مرشح نابر اسم الزمالك قال لك ايه؟ احسنتم احسنا وان اسأتم اسأنا. لا يا ريت قال، يا ريت قال ان عدتم عدنا ما عدتم عدنا. اه ماشي ما اعرفش ايه بقى اللي حكت ان عدتم عدنا دي قال ايه؟ يوم بيوم استاد القاهره يعني. لا 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 والموعد العام القاهره يعني بقى مسؤول ذا قيمه وراجل شخصيه وصل رئيس اتحاد يد وكان مسؤول عن المشهد ويطلع يقول هذا الكلام في حوار في احد البرامج. ها واللي بيدير الحوار كمان معاه دخل الاهلي طرف. يعني هل انتوا شايفين الاهلي فتتعلموا منه؟ يا عم انت بتدخل الاهلي فرض نفسه محدش. ايوه انت بتفرض هتدفع غرامه كهرباء ولا لا؟ هتاخدها بالتقسيط ولا مش هتاخدها بالتقسيط؟ لا ولا انه قصر ولا مفيش تقسيط. ده بند رجل حام كان بيعمل الافلام اللي هي الجميله دي اللي فيها ايه القضيه ومحدش جاب سيره القضيه ولا اتحرك في اتجاه القضيه. انا بسالك يا عصام، يعني انت اسالك سؤال ايه دخل الاهلي بالناس يا جماعه؟ عمر مثلا الزمالك ما يقتدي يعني الاهلي مش عارف حد يقتدي كل نادي حر نفسه. كل نادي حر حكم الاهلي دي في يعني ايه هو الهدف والرساله الاعلاميه غير انك انت بتدور على انه الراجل ده يغلط في الاهلي يقول جمله فالناس تتشد فشوف الفيديو فيعمل مشهد؟ هذا اعلام رخيص. لا المشكله بقى ان دول لا 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 ناخبين لا 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 المفروض يعني الناس تكون اذكى من كده. يعني المغرب يا جماعه بتنظم كاس عالم ما بيعملوش كده مع بعض الوداد ولا الرجاء ولا الجيش الملكي ولا الاعلام ولا بيعملوا الكلام ده. احنا ليه مصرين؟ لا ليه مصرين؟ لا ليه الاصرار على هذا التدني في التناول؟ ليه ما يكونش فيه رقي؟ ليه ما اتكلم على مشاكلك؟ انت دخلك ايه بالاهلي مضايقك؟ خلاص لازم ما تجيبش سيرته. يعني انت استاذ محمود هو مش مضايقه، هو مش قادر ينتج والاهلي بيشتغل. يا عم الراجل اللي هو يعني التلم ده لما طلع لهم العفريت وهم تايهين واحد قال اروح لامي والتاني قال له لا ما تودهوش لامه. ليه طلب واحد مش يروح لامه وكمان قال له لا ما تودهوش لامه؟ مش ممكن يعني يا جماعه. طيب مارسيل كولر بعد التاهل لنهائي الكاس نشوف رايه ايه في المؤتمر الصحفي. Freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Mussten wir denn nachher erhellen den Hai? Ich glaube, es war auch in der ersten Halbzeit schon also ein Spiel von uns auf eine Richtung und mit ein paar Kontermöglichkeiten. أعتقد إن الشوط الأولاني كان الماتش تقريبا في اتجاه واحد بس مع بعض الكونتر الهجمات المرتدة من المنافس. Und wir konnten in der zweiten Halbzeit noch das zweite Tor schießen. Wir haben klar die Sicherheit gehabt. Sie haben dann mehr Druck entwickelt, haben mehr Offensivspieler reingebracht und es gab da noch die eine oder andere gefährliche Situation für uns. بعد كده في الشوط الثاني احنا جبنا جون بدري فبدأت تجي لنا شوية ثقة في المباراة وهدينا شوية. هم بدأوا ان هم يضغطوا بشكل قوي جدا هجوميا، بدأوا يعملوا تغييرات هجومية، بدأوا يعملوا لنا بعض المشاكل في ورا وبدأوا يخلقوا فرص. Schlussendlich war das sicher verdient diese Finalteil. في النهاية احنا اتأهلنا عن جدارة واستحقاق اتأهلنا للنهاية. Und das ist sicher wichtig, dass auf unserem Level dann so schnell wie möglich auch sich noch weiterentwickelt. مهم جدا برضو نعرف انه احنا بنحاول ان احنا نأهله بدنيا ان هو يرجع بسرعة ويبقى على المستوى والشدة بتاعة الماتشات بتاعتنا، لان هو كان قبل ما يجي كان بيحافظ على نفسه في تمرين بس مش في الليفل بتاعنا ده خالص، كان في ليفل اقل بكتير عشان يقدر يحافظ على نفسه، فقعد فتره ما بيتمرنش بالشده دي. فانا بحاول ان انا ازود الشده عليه وبحاول ان انا اعلي له مستواه البدني بسرعه عشان نقدر نستفيد منه باسرع وقت. شفنا بعد كده هو لو شفنا بصينا على الماتش كله هو خلق حوالي 3 او 4 فرص قدر ان هو يظهر فيهم، لكن كان ناقصين حاجه، ناقصين الدقه، ناقصين شويه بعض الحاجات التاتش الاخير كان عنده، ما كانش كان ناقصه حاجه النهارده. اول عرضيات نفسها ما كانتش جايه له باحسن حاجه. Also das heißt natürlich wenn wir auch einen Kopfball starken Spieler haben oder Stürmer haben heißt das nicht automatisch dass wir unser ganzes Spiel umstellen. احنا برضو بس في نفس الوقت لو انا عندي لعيب بيلعب بدماغه كويس ده مش معناه برضو ان انا اغير كل سيستم الكره بتاعي وفلسفه الكره بتاعتي كلها اقلبها. Aber es ist natürlich die Möglichkeit und wir sind froh, haben wir jetzt da im Zentrum auch einen kopfstarken Stürmer, dass wir das natürlich noch dazu nehmen können. Ne? Also auf der einen Seite das Spielerische, das wir wollen,
auf der anderen Seite aber auch, dass wir Flanken spielen können und dass wir die Präsenz da vor dem Tor haben. لكن طبعا دي ميزه وميزه كويسه وميزه قويه واحنا فرحانين ان احنا عندنا لعيب بيلعب بدماغه كويس اخيرا بيقدر يلعب جوه ال 18 بدماغه فتبقى فرصه ان احنا يجي لي فرصه للعرضيات العبها عشان خاطر ان انا استغلها لكن مش هتبقى هي الكره بتاعتي كلها عليه هو بس Ja, ich glaube, dass ein Spieler ist, der halt auch vor allem auch im Zentrum auf verschiedenen Positionen spielen kann. هو بس عشان نبقى عارفين إمام لعيب عنده قدرات كبيرة جدا يقدر يلعب في مركز كبير جدا في نص الملعب. Sammy hat mir gesagt, dass eigentlich auch auf der linken Seite begonnen hat, also früher, dass da. كابتن سامي قمصان كمان كان قال لي إن إمام بدايته كان أصلا جناح شمال. Der ist natürlich einer, der dribbeln kann, der Schwierigkeit hat und das ist natürlich auf den Außenbahnen von Vorteil, wenn man das hat. هو لعيب عنده قدرات عالية في المراوغة وعنده قدرات عنده سرعات ودي تبقى ميزة قوية جدا ليك كلاعب على الخط. Aber wir haben ja auch gesehen, dass das auch in der Mitte ein Vorteil ist, wenn man dribbeln kann und gut schießen kann und so hat dann auch das Tor gemacht. Und, Er hat ja nur 10 Minuten auf der linken Seite gespielt und dann war er wieder in der Mitte. بس هو ورينا النهارده ان الامكانيات دي ان امكانيات المراوغه الترقيص والشوط كمان بتستغلها ممكن مش بس على الخط لكن كمان في نص الملعب فجاب جون حلو جدا هو ما لعبش النهارده غير 10 دقايق بس على الخط جربته فيها لكن هو لعب في مكانه في الاخر. طيب عصام واضح جدا مستر مارسيل كولر على مودست قال لك هو الراجل بدنيا ما كانش جاهز وكان قبل بيجي بيشتغل بدني بحيث يحافظ على نفسه مش اكتر لكن الحمل التدريبي والتجهيز البدني ما كانش خده واحنا بنحاول نديله المعدلات لحظه بلحظه الراجل لا يترك شيء للصدفه واكبر دليل بعد كل القيد والرخص اللي مع الراجل او العقود بتاعت مودست ان هو لعب كلاس ايه قوي قوي يعني ان هو لما اختار على فكره اختار نادي درجه رابعه ليه؟ لأنه هو راجل مش هيشتغل معلم وصبي يعني مش هيروح الفترة اللي اتمرن فيها بالظبط برنامج هو راح بس ايه زي ما نروح نادي الطلبية نلعب شوية في الأجازة فكان يجي لنا أيوب وحمادة يعني وأصحابنا حمادة صادق وهادي وهادي يعني ايه مش جايين بقى يتمرنوا لا جايين بس يعني شوية بهجة وهم مأجزين مع فرقهم وبالتالي الراجل اختار مكان مألوف بالنسبة له ما هواش بتاع شو ولا حد يجي يصوره ولا يتصور مع حد يروح يحافظ على يعني اللي عنده والدليل الاهم ان البرنامج مع الحمل ده لو لعيب عايز يثبت نفسه من اللعيبه وبرده ممكن يبقى لعيب جامد ومحترف يعني مش عادي لكن ده سوبر قوي عشان كده مش هيدوس قوي عشان لا تجيله فرقعه عضله ولا تجيله حاجه لانه جايه الكره اللي جابها جون على حسب خبرتنا يعني هي راحه الراجل كمان بيأكد اللي احنا شفناه برضه حسب تجاربنا بيأكد ان هي اللمسه اللي هتيجي بالماتشات اللي بيسموها لياقه المباريات والحمل البدني وبالتالي وانه ياخد على رتم اللعب بتاع الفرقه ما هو ده بقى عمال هو حتى تلاحظ بيبص قوي لما تكون عرضيه بيبص قوي لما يكون حد جاي من نص الملعب لانه ما هو عايز ياخد حركه الربط بيسموه الميزانسي بتاع الفريق بالزبط. يعني بالزبط. يبقى عضو في الاله دي بالعكس اللعيبه قربوا له ده معنويا وعمل لقطه كهربا لما كانوا اول يوم قالوا له كهربا قال لهم يعني قالكت يعني اللي هو ايه فجاب الجون الراجل وراح وبالتالي الراجل مختار لعيب بعنايه وانا بتصور انه كولر ورا مودست بس هتلاقي الناحيه الثانيه تقول لك ايه بقى ما هو عشان هو اللي جايبه هيلعبه هيفرضه هيجيب اجوان طب ما مش ده غلط يعني هو عادي يعني وده غلط يعني طب هو هيجيب اجوان ازاي كولر يعني هيقول للمراقبين غششوه انا مش فاهم ده ناقص المدربين ابراهيم ما يجوا يلعبوا بعض عارف زمان لما حد ياخد ملزمه من حد يروح يقابلوا بعض يقول لي انت لعبت الاهلي ازاي ما تدينا الورقتين بتوع ادينا الورقتين مش ممكن يعني طب ده ما يفكركش ب لما جه فلافيو فلافيو طبعا كان وقتها قال لك ايه ده خلاص خلص وخلاص انت ده مش لا اللي جايبينه ده اساسا فجه الاهلي جابه ب 450 الف دولار اللي جايبينه الصفقه كلها ايه اللي جايبينه ده وبتاع والكلام ده فجه قعد سنه مش راضيه تمشي هي الناس فاكره الناس يا جماعه ده حتى دي ارزاق يعني لا ده مش عشان الراجل جابها يعني حتى فيها جهد لكن فيها في الاساس هي في الكوره عشان الراجل الكوتش مقتنع فهيطلعها هيطلعها انا شايف انه بيعمل حاجات كتيره بالظبط بالظبط يعني بالظبط خد فتره وصبر المدير الفني صبر والجمهور صبر ها والناس كلها صبرت وفي الاخر ايه اللي حصل؟ تحول الى ايه؟ الى غول
قالت تهديف تأول الى تعامل اللي ما بيجيبهاش بيطلع يحطها لحد يجيبها. اتعملت ثنائيه بعد كده ما بين جيلبرتو وفلافيو. لا وهو لما كان بيصلح لعماد واحده ويصلح لسيد عبد الحفيظ وهو جاي من ال 18 يعني اللي ما بيجيبهاش بيطلع. انا امبارح راصد يعني اللي قاله الراجل ان الراجل مودست لمسته باينه في 3 4 كور داره للجون يعدلها لحد وياخد مكان يفتح له السكه. لا ده لعيب واللعيبه عاوزين يساعدوه يعني انت لو شفت في كذا كوره علي معلول عاوز يعمل له اوفر على دماغه بالماس كذا كوره حصل ايه جامد قوي جاي ما لهاش حل. بس ايه الناس داخله في جزئيه السن وناس انه عندنا لعيبه في الدوري المصري 38 و39 وكان يعني بيلعب فين مش عارف كان بيلعب لا في اي حته يعني عادي يعني قصدي ايه يلعب. لا ما اقصدش اقول لك كان بيلعب فين مش في المانيا يعني ما عندوش نفس. انا عاوز اقول لك ايه استعجال واصدار الاحكام والضغط هو الضغط من اجل والضغط من اجل افساد كل شيء واظهاره بسبب برضه ده امر مبالغ فيه يعني مش هروح لناحيه الاتهام بقدر مش عاوز اقول ادخل في النوايا لان هو مش بتاعتنا لكن التصرف نفسه مش منطقي لما تيجي احل الحاجه انتظر الاول على الاقل ادي الوقت المناسب. لا مش هيدي ما هو المشكله انه اللي هو يثير الشكوك تبقى مصيبه اثاره الشكوك ان هو اطلاق الاحكام على مجملها من قبل انك انت ما تشوف حاجه يعني خد يا عم اركب العربيه طيب لا يا عم العربيه دي اعملها عصاب شلتوت ولا يا عم مش عارف ده جايبها من بره يا عم طب الاول خد سؤال الاول لا مش عارف مين يا عم عصاب ركب بتدخن طلع لا ده طارت يا نهار ابيض ايه اللي حصل ده كان مستخبي فين عارف انت الحدوته اللي انت شايفها دي الامور زادت المحاوله تبدو هي محاوله ازاي انا عاوز اوقفك ما انا تعبت منك انا عاوز اجيبك بقى اشدك من فوق لتحت فهضطر ان انا اعمل حصرك بايه بالشائعات بنص الاخبار الكاذبه بتحطيم المعنويات اللي عندك بس اخبار مثيره برضه اعمل لك اللعيبه وبعضها احط لك في المشهد ويا فندم لو انت فكرت تاخد لعيب من النادي لا لا ما عندوش لعيب انا لعبت الله عارف يعني مش حد عاجبك لا لا محدش عاجبنا احنا السكواد بتاعنا احسن متمرط مشكلين جدا المفروض عارف المفروض بعد السؤال ده اسالك سؤال برضه السؤال اللي اتسال غلط يا فندم يعني انت بتساله ليه يعني ايه علاقته الدخل الاهلي ليه برضه ما انا مستغرب برضه قال لك اصل ما بيلعبش في الاسبوع ليه يعني اسالك صح والله يا عصام فعلا بجد كابتن سام حضرتك ليه ما بتشتغلش في مش عارف يا فندم انا شغال في الحته الفنيه ماسك هناك يعني علاقتي بالناحيه الثانيه لا لا حضرتك انت رايك لو رحت هناك يا فندم روح هناك اعمل ايه مش هروح اصلا يعني عاوز انت ايه الحسابات داخله في ايه وكانه ايه ادور على ايه يا عم واحد من يعني زي إيه؟ قال لي ايه بقى قال لي ايه ما انت عارف بقى اللي بيحصل قلت له لا انا مش عارف قول انت قول. لو انت عارف قول ما قال يعني ايه دي إيه يعني الحقيقه جمل ما حدش يقدر يفسرها بصراحه لا انا عاوز يبقى ضد النادي لا لا بجد قلت له لا وادي لك مش عايز اقول ازاي يعني ازاي انا اقول قلت له قول يا عم هو سر بتاعنا لما تشوف بيننا انا قول يا عم قول هو الاهلي ده ايه يا اخي ما يتقال عليه اي حاجه قول قول رحنا على الاهرام قلت له يا عم الاهرام دي ناس بتشتري حاجه وتبيعها البضاعه دي بالبلد اهو حاجات صاحبها عايز يروجها فبيقعد يعمل سيرش لو حضرتك فاهم زي ما بتقعدوا تقولوا 9.5 ومركز 4 والمنطقه البلايند مش عارف ايه والكلام اللي بتقولوه للناس ده في زيها بالظبط في التسويق انك تعرف كم كلاينت يا سيدي مش هقول لك زبون هيخش على ده هو ماله بقى ده الاهلي ولا الزمالك ولا هو عايز يعمل قياس على الجمهور والله العظيم في مؤسسات لكده قال لي لا بس انت عارف ده صمم بقى ان انا عارف مش صمم انه برضه الاهرام بتدلع الاهلي لا انت عارف لا. اللي هو ايه ما قول لي بقى ايه دي تطلع إيه؟ طيب نشوف الصقر احمد حسن ايه سر قوه الاهلي في الفتره الحاليه اسالك عن الاداء اسالك عن طريقه اللعب النهارده لمارسيل كولر ولماذا هذا التفوق الكبير اعتقد ان احنا اتفقنا قبل اللقاء احنا الثلاثه يعني وقلنا ان المباراه مش صعبه على النادي الاهلي واعتقد ان الشكل اللي فيه النادي الاهلي اصبح خلاص بيخلينا حاسين ان النادي الاهلي عنده الافضليه. نعم. ليه عنده الافضليه النادي الاهلي؟ لان كل اصبح عنده مرونه لاغلب اللعيبه اللي متواجدين. المباراه كمان لما نيجي نبص او على الاقل لما نيجي نبص للقاءات النادي الاهلي ما بعد مباريات السوبر الافريقي هتلاقي ان معدل التهديف بالنسبه للنادي الاهلي عالي جدا. التفوق بالنسبه للنادي الاهلي ليه؟ لان كل بقى عنده اصبح عنده عدد كبير جدا من اللعيبه. مين موجود مين مش موجود؟ يعني انا اعتقد ان
النادي الاهلي اصبح عنده كماليه في كل الخطوط. نعم. يعني حتى المكان اللي كان فيه مشكله بالنسبه مثلا ناحيه الشمال علي معلول، كريم الدبيس ادى فيه برده بشكل جيد. نعم. ونقدر نقول ان هو مستقبل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. نعم. فانا اعتقد ان الاداء اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن يبقى حاجه بالنسبه لمودتس. نعم. هدف معنوي مهم جدا جدا ليه، اعتقد ان هيخليه ياخد ثقه كبيره بالنسبه لزمايله، انما الكرات العاليه هو مميز فيها، مميز واضح ان هو لازم تشتغل بطريقه مختلفه لما يكون مودتس اللي موجود في الملعب، يبقى لازم اشتغل كرات عاديه كتير سواء من علي معلول او من حمد هاني. فانا اعتقد ان مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي، انما في النهايه مكسب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. طيب عصام، يعني الاهلي اذا كسب مباراه فده لانها كانت سهله، طب ما هو الاهلي هو اللي سهلها. ما انا بصراحه انا زعلان يعني آه. انت قلت الاهلي، السؤال بتاع كابتن شوبير كيف ترى الاهلي ومراكز قوته، تقول ان المباراه سهله يعني هل دي مراكز قوه يعني لا يعني مراكز قوه ابراهيم منيسي انه ما بيتكلمش بس هناك بيطلع ازاي يعني؟ اكيد في معدين واكيد في ورق واكيد في على مدار اليومين ثلاثة اللي قبل الحلقة الأولانية عشان تناقشها يعني الحقيقة الكلام ده أنا ما أعرفش هما بيبقوا محرجين ولا بيبقى إذا فاز الأهلي في المباراة كانت سهلة يعني هي سهلة ليه؟ طب ما هو ولو جه لعبسي من فاينل لا لو جه سهلة مش عاوز يديك حقك لو جه أبراهيم كمان مش عاوز يديك حقك أنت سهلتها لو جه سهلة أكتر يقول لك إيه وإنبي سهلة عليه أكتر عشان هاجم نعم هو المفروض إنبي ده إيه يعني طب ما احنا عاوزين يهاجم اصلا او اي حد اي فرقه دلوقتي تعرف يعني هو بيلعب نص يوم دفاع بس ما تلعب يا عم ماتش مفتوح لا يعني حتى لما الاهلي بقى يسيطر محمود فيقول لك ايه والمنافس يعني مش إنبي بس سهلة عليه اكتر المنافس يعني ايه برضه يعني قال له خد هات جول يعني عبارات مش مفهومه ده بالعكس ده شناوي شال انفراد لعبتين في منتهى الخطوره شال واحده تانية من تحت العارضه وشال كذا وشال كوره من اوفا على فكره نهائي الكاس طبعا بكلمك برضه مباراه الكاس ده طبيعه يا جماعه ابني كمان عنده دافع كان عايز يكسب عشان يوصل ويلعب يروح ويلعب سوبر وحاجات كده وفرقه تحترم وليها حقوقها وتقدر تلعب ومهم جدا انه يعني يبقى فيه تبادل وفي اثاره طب انتوا عاوزين تبادل لا عاوزين تبادل وصار نستفيد ولا عاوزين الاهلي سهله عاوزين انبي سهله يسبيه سهله ازاي يعني عايزين في الاصل انبي صعبها وده كان الهدف لكن الحقيقه الصقر رايه كمان النقطه الايجابيه انه الاهلي بقى عنده عدد كبير من اللعيبه عامل افضليه للمدرب في الاختيارات ده كلام مهم جدا لمناقشته بعد الفاصل ما تخافش على الاهلي لانه الاهلي الحقيقه حتى وهو بيكسب عارف كويس قوي اوجه القصور عنده فين عشان يتداركها لا الفوز بينسيه اخطاء ولا الهزيمه اصلا بتخليه يغض النظر عن الايجابيات الموجوده باستمرار في تقييم موضوعي لكن الاداء اللي كان عليه الاهلي امبارح الحقيقه كان اداء ممتع جدا نشوف راي الزميل محمد شبانه وبعدين نشوف محمود صبري وعصام شلتوت رايهم ايه أبدع الأهلي كالعادة في البطولات المحلية في المباريات المحلية وحقق فوزا مهما وكبيرا على نادي إنبي 3-0 بطل هذه المباراة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وليه هقول لكم مارسيل كولر رغم أن البعض بيتعامل أن الأهلي حقق فوزا سهلا هو مش فوز سهل لكنه فوز نتيجة تكتيك لمدرب استطاع أنه هو يحجم فريق نادي إنبي مارسيل كولر عنده ميزه انه بيدي المنافس حقه ودي الحقيقه في شخصيه مارسيل كولر يعني انت هتلاقي اخر 72 ساعه قبل مباراه انبي ما فيش اي تصريح ما فيش اي انطباع ما فيش اي كلام نهائي من الجهاز الفني للنادي الاهلي او تلميح ان الاهلي اقرب للفوز وان الاهلي الافضل وان الاهلي الاجهز وان الاهلي عنده نجوم وان الاهلي عنده فرقتين وان فيش الكلام ده نهائي راجل واقعي وبيلعب كل حاجه بالورقه والقلم وبيحسب دايما كل حاجه ودي الحقيقه من مميزات مارسيل كولر ممكن الاهلي يفتح وممكن الاهلي كان يعمل تغييرات هجوميه بين الشوطين وممكن حتى مع في الدقيقه 60 65 يزود التغييرات الهجوميه وممكن النتيجه تبقى 5 كان وارد لكن هو مش هتفرق معاه تبقى 5 او 6 او 7 ويفرق معاه انه يحقق الانتصارات دائما وان هو طول الوقت عامل حساب للمفاجات هو رافض فكره المفاجات نهائي يعني رافض ان المنافس يفاجئه باي نتيجه باي جول باي تعديل هو بيحبش كده هو بيحب يمشي مامن الماتش بدا المباراه على فكره بيلعب لعب مسيطر على ارجاء الملعب
وامبي طبعا بيدافع طول الوقت وعامل زون ديفنس الكابتن تامر مصطفى. هو ما عندوش مشكله ان يعمل كده، ما عندوش مشكله ان يفضل مسيطر كده لغايه ما تتفتح الفتحه اللي هو بيدور عليها او الثغره اللي هو بيلعب عليها عشان يجيب الجول ويبتدي الملعب يتفتح ويبتدي يجيب التاني. بعد التاني بقى هو بيرتاح نفسيا، تبتدي الفرقه ترتاح نفسيا، يعمل تغييراته زي ما هو عايز. فالحقيقه بطل المباراه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ولازم ياخد حقه. طيب شبانه بيدي مارسيل كولر حقه وشايف ان هو بطل هذه المباراه، انت متفق معاه؟ لما يكون عنده مثلا امام عاشور وكهرباء ويعادهم ويدفعهم الدقيقه 68 ده برضه مدرب عنده حساباته يعني برضه ورقتين مهمتين جدا وبيغامر بموديست لسه مش جاهز وبيحاول يجهزه ياخد نفس المباريات والشغل والتحرك ده فاهم هو عارف عاوز ايه من المباراه. امبي بطبيعه حالها بتعتمد في المباريات الكبيره اللي زي دي على ان هي بتغلق مناطق الدفاع بتاعتها بصوره وجيده ويبني صور بيعتمد على ايه؟ على يعني طريقه الذئاب المنفرده اللي هي الهجمات الشرسه السريعه جدا عن طرفين احمد جمال وفريد اعتقد اسمه كابو وشويه ونازل اوفا ده الشوط الثاني اوفا نزل في الشوط الثاني وعمل شكل. فاعتقد انه الـ 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 الاداء ده مميز مع قياده كولر تدي حق مثلا لوسط النادي الاهلي لأداء الديناميكي الوسط عندك ديانج وعندك مروان عطيه وقدامهم قفشه لا كانوا عاملين شغل يعني في الارتداد وفي الانطلاق كان في شغل كبير جدا. مباراه ما كانتش سهله زي ما بتقال يمكن فكت شويه بعد الهدف الثاني يعني حتى بعد الهدف الاول ظل انبي على ايه على الوضع قافل بالهدف الثاني خلاص المساله ما عادش فيها خلاص واحد قال لك احتمال نفضل على فكره ان انت التزام المنفرده فنخطف تعادل وكده كده ما هي 2-0 زي 5-0 زي ما خلاص النتيجه انتهت. فاعتقد انه هي دي طبيعه مباريات الكاس وهي طبيعه مباريات بتبقى لها حساباتها. مباريات زي دي ممكن غلطه ويعني شوطه وهدف وانذار وطرد وضربه جزاء غير متوقعه تقلب المباراه طبعًا. يعني فتبقى حساباتك انك انت هادي ها وتدي تاخد من المباراه اللي انت عايزه بدليل انه الهدف الثالث هو اروع ما في المباراه صحيح يعني بامانه فعلا وفي الهدف الثالث يحوي كتير كلام جدا على انه ازاي قدر النادي الاهلي وفرقته يحتووا لاعب زي امام عاشور يعني ما كانش منصور دخل وليه الاجواء والروح اللي انت شايفها دي كان هيبقى قاعد ياخد وقت كبير جدا فلكن دخوله بهذه السرعه وحاله الـ يعني السعاده بإحرازه الأول أهدافه واضحة مش مع الجمهور لا ده كانت مع اللعيبة زمايله ومع الجهاز الحالة دي متفردة منذ واحد كده كابتن طاهر الشيخ اللي بيتقال إنه كان كوبري. بالمناسبة كابتن طاهر الشيخ اللي قلت كده هو وعائلته هاجروا إلى كندا ولم يلعب كرة مع فريق تورنتو ولا مورنتو ولو إنكم ما قلتوش نادي بس مش كوبري دول هاجروا. النادي الاهلي شاف ان ده كان لعيب جامد قوي يليق على الاهلي عدلي ربنا يديله الصحه عدلي موجود هنا ايوه يعني بالعقل بس كوبري ايه بس كانش فيه ساعتها الا مراكب مفيش كبار يعني. طيب مارسيل كولر اهم ما يميزه طبعا شوط المدربين ابراهيم حتى وانت بتقول الارقام الشوط الثاني بيعلى اكتر معهم شوط المدربين هو راجل في حته تانية ربنا يكرمه طيب. كده مع النادي الراجل ده يا جماعه بيخوض النهائي السادس له مع النادي الاهلي في ال 13 شهر اللي الاهلي تولى اللي تولى فيهم الشغل في الاهلي لعب 6 فاينل تولى في 9 سبتمبر 2020 يعني 396 يوم حتى الان نجح في تحقيق كل البطولات اللي شارك فيها باستثناء كاس العالم للانديه والسوبر الافريقي. فوزه على انبي سعيا وراء احراز لقب الكاس اللي هيقابل فيه في النهائي الفائز من مباراه الزمالك وبيراميدز اللي هتتلعب 8 نوفمبر والنهائي لسه ما تحددش ميعاده. لكن هذا الفوز المستحق بالامس راي التحكيم فيه ايه؟ هل كان فوز نظيف ولا عليه علامات استفهام؟ نشوف راي كابتن ياسر عبد الرؤوف. ونشوف ركله الجزاء الحقيقه انا بس معلش نرجع تاني من الكادر ده عشان نشوف طارق عمل ايه. تمام. يعني طارق بيجري وبيجري بهدوء وبعدين لما حس ان الدنيا هتبدا تقفل عليه بدا ان هو يروح خطوه ناحيه اليمين بدا يميل بجذعه ناحيه اليمين عشان يشوف التفاصيل ووصل للقرار هي الحركه دي اللي سهلت عليه القرار احتسب ركله الجزاء نشوف بقى هل في حد حاجب عن الرؤيه اتحرك بشكل صحيح فوصل الحقيقه اللي قدامنا هنا اهو ان الراجل المدافع ما وصلش للكوره
بنتاكد مره تانية من زاويه تانية ان المدافع ما وصلش للكوره. عايزين بقى نشوف طبيعه الالتحام ايه، وهل تمت عرقله ولا لا. الزاويه الخلفيه هي اللي بتوضح لنا هل ان الكوره مرت، المدافع ما نجحش في ان هو يوصل للكوره، الركبه اليمين في الرجل الشمال. ايوه عملنا زوم بالظبط كده عشان تبان التفاصيل. المخالفه موجوده وركله الجزاء سليمه. حاله من الحالات اللي حنقف عندها شويه، مرور بالكوره وبعدين سقوط للاعب طارق الحقيقه في مكان بيقول ان ما فيش مخالفه، ولكن الحقيقه طارق لا في اعاقه. حلو. الحاله اللي هنا حاله تم احراز منها كوره داخل الشباك، ولكن كان القرار بوجود تسلل. عايزين نشوف التفاصيل. جميل. مين اللي لعب، المهاجم ولا المدافع؟ ونقف. ها تقدر تحدد هي هي جايه هي جايه من المصدر كده. ايوه تمام تمام. بالشكل ده ظاهر لي ان اللاعب انبي هو الاقرب ليها، بس لو كملت نشوف بقى الحقيقه ايه. اه امشي يعني. بقى امشي بالحاله ونشوف. معلش ارجع لي فريمين وبعد كده نمشي تاني. هنلاقي ان الكوره خبطت في راس ياسر ابراهيم. هي اساسا ما خبطتش في راس المهاجم بتاع انبي. تمام. دي الحقيقه الاولى. تمام. احنا مثبتين فوق اه، ولكن مش هو ده اللي حصل. اللي حصل ايه بالظبط كده؟ كره خبطت في كتف لاعب انبي وبعدين خبطت في دماغ ياسر، وبعدين راحت للاعب اللي هو في موقف تسلل. تمام. حلو. طيب احنا بنقول النهارده الكوره جايه من الخصم. جميل. بعض الناس قالت ان الكوره جايه من الخصم. طيب جايه من الخصم عن طريق الارتداد ولا عن طريق الانحراف ولا جايه عن طريق ان هي لعب متعمد؟ وفي كل الاحوال الثلاثه دول اسمهم ايه؟ اسمهم اكتساب ميزه. في كل الاحوال في الحالتين الاولانيين ارتداد او انحراف التسلل موجود. طيب في حاله اللعب المتعمد بالشكل ده وفي تنافس بالشكل ده، فمفيش سيطره جسمانيه، مفيش سيطره من المدافع على نفسه، مفيش سيطره على اتجاه لعبه، فبالتالي دي ما تبقاش نوع من انواع السيطره. ده مش لعب متعمد، في كل الاحوال اللعبه تسلل. اذا يا استاذ عصام اللعبه تسلل والقرار واضح. طبعا ومشكور الكابتن ياسر، انا ركزت عشان اشوف لانه بعض الايضاحات كانت مهمه حسب ما هم بيقولوا لنا الحكام المحترمين يعني. اللي هي فكره انه ما فيش اصلا نيه اللعب من اساسه ولا سيطره على الكوره، وهذه هي الحالتين اللي ممكن يتحسب بسببه منها تمريره يعني. حتى لو كانت من ياسر نفسه. طيب ده راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف. نشوف راي الكابتن جهاد جريشه. في الدقيقة 30 بنتكلم على أهم لعبة في المباراة، هي لعبة ركلة الجزاء. كرة داخل منطقة الجزاء، لاعب إنبي رقم 4 ما وصلش للكرة، أهمل وصول رجله اليمين لرجل ديانج. التلامس اللي حصل يعاقب عليه بركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، هي ركلة جزاء. احتسابها طارق مجدي ليه في الملعب؟ لأنه قريب واخد زاوية رؤية صحيحة، وبالتالي احتساب الحكم القرار في الملعب. الرجل راحت الرجل ما وصلش للكرة، وبالتالي بنتكلم على ركلة جزاء صحيحة تم احتسابها في الملعب، ومراجعة صحيحة من حكم الفي ار، وقرار صحيح في مجمله من طاقم التحكيم. هدف انبي اللي تم الغاءه. لاعب انبي لما لعب الكرة كان فيه لاعب موجود في موقف تسلل. طيب لاعب انبي لما يلعب الكرة وتروح لزميله هيعاقب على التسلل. الطريق في الطريق لاعب انبي لعب وجت لمسة او اصطدمت براس لاعب الاهلي. الاهلي لاعب الاهلي ياسر ابراهيم ما لعبش الكرة، هي اصطدمت في راسه، وبالتالي كانه مش موجود في اللقطة، وبالتالي اللي لعب الكرة هو لاعب انبي. راحت لزميله الموجود في موقف تسلل، خبطت في الطريق في لاعب النادي الاهلي. لا اللي ما يعتبرش لاعب النادي الاهلي لعب الكرة، هو هي كرة اصطدمت بيه، يعتبر انحراف، وبالتالي بنتكلم ان التسلل صحيح. اذا تاكيد الكابتن جهاد جريشه زي الكابتن ياسر عبد الرؤوف على قرار طارق مجدي حكم المباراة، انه الهدف او ضربة الجزاء اللي احتسبت لأليو ديانج ضربة جزاء صحيحة والإعاقة واضحة، وأيضا تسلل لاعب إنبي في الهدف اللي طالب بيه إنبي، والقرار سليم والخطوط ظاهرة واضحة. ده بالنسبة للتحكيم. لكن إذا هذا كان عن الأهلي في الصعود للنهائي رقم 55 في تاريخ مسابقة الكاس، وعلي معلول في تسجيله الهدف 50، ويبقى الموعد غدا. القرعة المثالية للأهلي إيه؟ بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 3 بعد الظهر في جوهانسبرج قرعة دور المجموعات لدور الأبطال ولكأس الكونفدرالية. طبعا دور الأبطال هيشارك فيها الأهلي حامل اللقب وبطل الدوري، ومعاه بيراميدز تاني الدوري. والكونفدرالية تأهل للدور المجموعات الزمالك ومودرن فيوتشر.
دول الرباعي المصري اللي بكره موجود. استاذ محمود، في سحب القرعه الاهلي هيكون على راس احدى المجموعات الاربعه، وهو اول الاربعه الكبار كمان. الاهلي الاول في التصنيف الاول عنده 83 نقطه، الوداد عنده 74 نقطه، الترجي 58 نقطه، وصن داونز الجنوب افريقي عنده 51 نقطه. يعني الاهلي مش هيقع معاه في القرعه لا الوداد ولا الترجي ولا صن داونز. طيب انا هخلي محمود وعصام كل واحد يختار القرعه المثاليه للاهلي من وجهه نظره. الاهلي هيجي على راس مجموعه، والثلاثه التانيين اللي معاه كل واحد على راس مجموعه. هيتسحب قرعه كوره من الاربعه اللي جايين من كل مستوى. شباب بلوزداد وعنده 36 نقطه، سيمبا التنزاني عنده 35 نقطه، وده وفقا للنتائج اخر خمس سنين. وبيراميدز عنده 35 نقطه، وبترو اتلتيكو الانجولي عنده 33 نقطه ونص. مين اللي يجي مع الاهلي من التصنيف ده؟ بلوزداد ولا سيمبا ولا بيراميدز ولا بترو اتلتيكو؟ ها قول. هتبقى مفاجأة لو جه بيراميدز. بالعكس، مفاجأة لو جه بيراميدز. لو سألت أقول بيراميدز. يعني أعتقد الأهلي هيبقى معاه بترو أتلتيكو. أنا هسجل لك. سجل. الأهلي معاه بترو أتلتيكو. عصام. أنا بقول بيراميدز. بيراميدز. وسيمبا عيب يعني ولا لا؟ مش عيب، مش عيب يعني. بس ممكن سيمبا معانا في كل عام برضه في طريقنا دايما. ممكن نشرب حاجه ساعه في الكور. لو في كور متلجه ولا حاجه، او شباب بلوزداد. طيب التصنيف او المستوى الثالث، مازيمبا الكونغولي عنده 30 نقطه ونص، والهلال السوداني عنده 37، يانج افريكانز التنزاني 20، واسك ميموزا الايفواري 20. ايه اللي يقع مع الاهلي؟ مازيمبي ولا الهلال ولا يانج افريكانز ولا اسك؟ والهلال هيلعب فين دلوقتي؟ الهلال بيلعب في المغرب. السودان بيلعب في المغرب؟ تاني؟ تتوقع الهلال تاني؟ تتوقع الهلال؟ اعتقد توقع ولا نختار؟ نتوقع لا نختار. لا تتوقع. اتوقع او تختار الافضل للاهلي ايه؟ في المجموعه في المستوى ده، مازيمبي والهلال، يانج افريكانز، اسيك. يانج افريكانز. يانج افريكانز. يانج افريكانز. تنزانيا برضو. تنزانيا برضو. لسه يانج. نلحقه هو يانج. واحنا عندنا دي يانج. ايوه. الهلال السوداني. الهلال تتوقع الهلال. لا لا. طيب المستوى الرابع وده الاخير. النجم الساحلي عنده 20 نقطة. جواتينج جلاكسي البوتسواني عنده 4 نقط، نوازيبو الموريتاني عنده نقطة، وميدياما الغاني ما عندوش نقط خالص. عيد السنة ده. طب مش ممكن يجيبوا لنا الأربعة دول؟ يعني دول حطهم ورا بعض والله صحيح. دول الأربعة مكان التانيين وخلاص. نوازيبو الموريتاني. الموريتاني. أنا فرقة بوتسوانا. جلاكسي. بلد طيب أهلية. جلاكسي. رحتها أنا. طيب وبعدين اسمها حلو جالاكسي، ليها ذكريات حلوه. طيب ده القرعه يا جماعه، بكره الساعه 3 ان شاء الله. الكونفدراليه طبعا الزمالك انا ومحمود في المستوى الاول طموح، وهو خد الهلال متعمدين عشان اللي عايز الاهلي يتفضل. انت عايز بيراميدز. وهو عايز الهلال. احنا فاهمين بنعمل ايه يا استاذ. بيراميدز مع الاهلي طموح وتيجي بالسلامه. طموح ان شاء الله. انت طيب هو عموما يا جماعه فرقتين من دوله واحده في مجموعه واحده ده كويس مبدئيا، يعني لانه بيريحك من سفريه طبعا، وبتلعب هنا مع فريق انت عارفه، ولما يتاهل الفرقتين من مجموعه واحده بتبقى فرص ان هم يكملوا بعد كده افضل. انا بالنسبه لي بيريحني من لوكلوك كمان. من لوكلوك؟ مفيش لوكلوك، في كوره. ايوه. انت جيتوا للملعب. انت جيتوا في الملعب، اهلا بيك حضرتك. طيب وانت مش عايز؟ لا مش عايز. لو جه هيبقى فرصه كويسه. بس انا عايز اقول لك ايه، هي طبعا كل شيء وارد، لكن انت برضو الهلال السوداني لنا تجربنا معه بيلعب في المغرب، شيء كويس جدا برضو يعني.
الاجواء تبقى الظروف هتكون احسن. بيترو اتلتيكو من الفرق المميزه برضو في انجولا بتلعب كوره ودايما بتبقى اعتقد فممكن تفاجئ انت فممكن انت فممكن تفاجئ بكل الغرماء في هذه المباراه الاهلي وبيراميدز والهلال ها والنجم الساحلي النجم يا خبر خلي بالك النجم مظلوم فنيا انه يبقى ترتيب رابع لا ده انا اتفاجئت انه النجم يبقى ترتيب في انت بتتكلم على خمس سنين الخمس سنين دول هو بيلعب النجم هو عامل لا هو عامل ترتيب على الخمس سنين وعامل ترتيب على الخمس سنين النجم ده تاريخ في بطولات الانديه هو غياب زي ما ابراهيم لا فانا عاوز اتخيل بقى المجموعه دي لو جت هتبقى انت جبتها منين المجموعه دي يا محمود حرام عليك بص يا جماعه لو لقيتوا بكره الاهلي معاه بيراميدز والهلال والنجم الساحلي ادعوا على محمود صبري بصراحه كتير قوي عوده ده كل سنه كل سنه ندي درس حد مش في سنه واحده لا لا ده كلها يعني عرب عارف انت ايه والثلاثه ايه عرب يعني معاك يعني تبقى لا مباريات ما فيهاش ايه يعني عايز اقول لك الـ 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 الاهلي ومعاه بترو والهلال ونوزيبو ده ترشيحي لكن الثانيه دي ده طلعت كده ده لو حصلت انت بتقول اما لو انت قصدك اما لو ايوه طيب الزمالك لو ربنا كرمك كنت في وقت عليه يبقى خسر فيكم فدراليه يا جماعه الزمالك معاه نهضه بركان المغربي ومعاه اتحاد العاصمه الجزائري وريفرز يونايتد النيجيري ده في المستوى الاول خدوا بالكم البطوله بتاعت الكونفدراليه السنه دي ضعيفه جدا محدش هينزل لها من ضعيفه لانه اول مره يمنعوا القادمين من دور الابطال اللي خرجوا من دور ال 16 ينتقلوا الى الدور ال 16 المكرر في الكونفدراليه الدور ده اتلغى في الكونفدراليه فبقت قاصره على فرق الكونفدراليه لوحدها لو بصينا على ابطال الكونفدراليه في السنين اللي فاتت كلها بنسبه كبيره جدا البطل بيبقى واحد من الفرق اللي جايه من دور الابطال انما بطل ابن الكونفدراليه قليله جدا جدا المره دي الزمالك محظوظ انه ما حدش جاي له من الناحيه الثانيه فهتلاقوا حتى اسماء ومستويات الفرق اللي موجوده يعني الزمالك معاه في الليفل الاولاني اعلى مستوى اللي هبوا على رؤوس المجموعات الزمالك ونهضه بركان واتحاد العاصمه الجزائري وريفرز يونايتد النيجيري تيجي تبص على المستوى الثاني التصنيف الثاني ديابل نوار الكونغولي والافريقي التونسي وده برضه بقاله فتره بعيده الافريقي غايب ومعاه فيوتشر من مصر وساجرادا الانجولي يعني فرصه ان الزمالك يقع مع فيوتشر ورده لانه ده في التصنيف الاول وده في التصنيف الثاني في التصنيف الثالث اكاديميكا الانجولي دريمز الغاني سوار الغيني وابو سليم الليبي التصنيف الرابع سوبر سبورت الجنوب افريقي الملعب المالي الهلال الليبي وسيخي خون الجنوب افريقي بقول لكم كلها فرق جديده بتعكس مستوى البطوله وده مش تقليل من شان الكونفدراليه ولا فرص الزمالك او فيوتشر لكن هو ده الواقع بتاع البطوله السنه دي بعد منع انتقال الخارجين من دور الابطال اليها طبعا عندنا موازين القوى في البطوله كتيره وكبيره يكفي انه المستوى الاول كلهم اللي مع الاهلي يا استاذ محمود الوداد وصيف النسخه اللي فاتت واحد من الابطال الاخرى في البطوله اللي كان ليه حضور قوي الترجي التونسي فريق عتيد وعريق في البطوله كمان وصن داونز الفريق اللي بيمثل حجر عثره في طريق الاهلي في السنوات الاخيره يعني التقى الاهلي كتير واول ما تعمل القرعه تبص تلاقي طلع لك من عفريت العلم بعد خمس سنين اول مره يبعد عن الاهلي خلاص كمان سنين واللي بعده دلوقتي المستوى بتاع الطاير كده كمان ان شاء الله ما خلاص ما لن يترك له تحديد الموعد في السوبر ليج عشان خلاص ما فيش حاجه الساعه 4 والساعه 3 ده كلام مهم جدا يا جماعه كل التوفيق ان شاء الله تعالى لفرقنا المصريه لانه الحقيقه بعيدا عن المناكفات اللي حاصله الكره المصريه محتاجه شويه تسترد عافيتها في افريقيا محتاجه انه كل انديتها تكون ليها حضور قوي في النهايه واحنا شايفين ان الاهلي بيتوج بطل والناس كلها واقفه على رجليها باستمرار اختباراته حتى مع الفرق اللي بيواجهها في الادوار النهائيه والاقصائيه بتثبت قد ايه جداره البطل السنه اللي فاتت انت طلعت فرق كتيره طول ما انت ماشي طبعا يعني تلعب الرجاء وتلعب صن داونز وتلعب وهكذا لغايه لما
تتخطى الوداد في النهائي. فأنا أعتقد هذه المرة جاهزية الأهلي في البطولة مهمة جدا، لكن الملاحظ جدا أن أكتوبر الأهلي على خط النار في شهر الانتصار وشهر الذكرى المجيدة. تبص تلاقي الأهلي في الشهر ده يا أستاذ محمود، أيوة. مدام أن أنت فقرت فيها قوي كده هتلبسان. أنا عارف مش هخلص منك. بص لو القرعة جت بكرة عملوا كده الناس هتتحاسب فيه. طيب في شهر أكتوبر الأهلي والإسماعيلي 8 أكتوبر مبدئيا، يعني ضربت كلام. مبدئيا صح. يوم الحد الأهلي والإسماعيلي في برج العرب. 20 أكتوبر الأهلي في تنزانيا، الأهلي مع سيمبا في بداية دور السوبر الأفريقي الجديد. 20 يلعب، يلعب 20 هناك ويجيب الناس بتوع سيمبا تعالوا معايا، وفي لعيبة هتروح يوم الطيارة يوم، لأنه يجوا يلعبوا هنا 24. في لعيبة هتروح يوم 19 وربع بين الشوطين. والله الناس هتلعب يعني بصراحة. هتلاقي فريق سيمبا يجي مع الأهلي على نفس الطيارة، لأنه هيجي يلعب هنا يوم 24. يعني يلعب هناك 20 يغادر يجي هنا 21 يريح ويتمرن ويلعب 24. غريبة برضو دي. طبعا يعني. وبعدين 24 في الدوري الأفريقي سيمبا، لا 29 مع بلدية المحل دوري. انت لو صعدت من سيمبا اللي هيدخل معاك بإذن الله 29 الفائز من بترو اتلتيكو الانجولي وسان داونز. انا اديني قلت لك بترو اتلتيكو الاول اهو. بترو اتلتيكو وسان داونز هيبقى 29 في حال ان شاء الله تخط الاهلي لمباراه سيمبا. لكن الجدول حاطط بلديه المحله ستاند باي. هتبقى المباراه دي في حال تخطي هنا في القاهره ولا الاهلي في دور السوبر يبدا في القاهره، يبدا بره على طول، يبدا بره العوده على طول عشان هو بطل يعني النسخه. لو لعب مع سان داونز هيبقى بره، الفاينل هيبقى برضه لازم استمتع بيه الوداد ابراهيم لما كان بطل النسخه. لا لا لا، هو ده دور السوبر جديد، ما برضو انتش بطل بيقرأ فيه. لكن هي جت القرعه للاهلي كده، الاوتاد القديمه يعني، مش هاتش مدي الاهلي حاجه. كولر الحقيقه مستاء جدا من الوضعيه بتاعه الجدول، ومتضايق جدا انه الوضع فارض عليه مباريات كتيره. وحتى الراجل في تصريحه قال عصام بحاول انتقي الفاظي. طبعا طبعا، يعني قال انا بحاول انتقي الفاظي عشان اقدر اعبر عن استيائي من قرعه السوبر الافريقي، وازاي محطوطه ملضومه في الاجنده الدوليه، وازاي فريق عنده لعيبه دوليين كتير، 7 دلوقتي في المنتخب الاول و3 اجانب، ف10 لعيبه اساسيين مش هيكونوا موجودين معاه قبل المباراه سيمبا ب 48 ساعه. طبعا، والراجل واضح. وبعدين برضو انا مش عارف برضو على اي اساس اتحاد الكره هو ليه فاهم ان لعيبه الاهلي اللي في المنتخبات هم ديانج وعلي معلول، يعني او الذين هم يعني من غير المصريين، عشان على راي محمود ما نقولش على اخواننا العرب اجانب يعني، لكن على الاقل مسجلين محترفين من الخارج. يعني هو فاهم كده ازاي؟ يعني ده اصلا حتى لعيبتك اللي هنا هم من اصل الوطن، هم من وقود المنتخب. يا اخي كلم الكاف بتاعك ده والفيفا وابذل اي جهد يا عم. يا عم شوفوا سعيد لقجع، فوزي لقجع، انا اسف، راجل محترم المغربي ده اللي كانوا بيسلطون عليه وهو بيشتغل لبلده، ما تشوفوه بيعمل ايه من اجل الوطن الحقيقه وبمشروعيه. الراجل ما بياخدش حق حد، لكن في المقابل ما فيش اي حد يا اخي. يعني اكيد في حوار كان يجب ان يفتح. انت هي دي بس؟ هو الاخ فيتوريا ده بيعاند يعني؟ بياخد 7-8 من الاهلي يعني؟ طب ما تقول اقعد مع كولر، مش انت بقى الكبير بتاع المنتخب؟ مش الانديه دي شغلتها زي ما الاستاذ محمود قال الضخ للمنتخبات؟ ما تقعد معاه قول له على توقيتات، قول له العلم بيقول، العلم اللي بينكم انتوا كبتوع كره بيقول، هو محمود هيلعب 40 دقيقه ولا 80 ولا 900 ولا ماتش ولا ماتشين من اللي عندك؟ اعملوا حاجه يا اخي، وانت قاعد بس عمال يجيبوا لك لعيبه على الاستاد تدربها وتروح تلعب وخلصنا، وتطلع واحد الشوط الاولاني وواحد الشوط الثاني. فين وضعك للكره المصريه؟ وفين الاتحاد مما يحدث مع النادي الاهلي؟ والمعروف عشان ما حدش يقول هو الاهلي ساكت، والانديه لا تخاطب في الاشياء دي اتحادات لما في مقدره على فكره التواصل.
بالنسبه للسوبر ليج هتلاقي الاهلي بيشتغل، واعتقد الملف ده عند المهندس خالد مرتجي، لانه في على اتفاقات بعينها يصلح اداره النادي، لكن في الام الحكايه دي لابد اتحاد الكوره، لانه منتخب ونادي مصري الاثنين في اشتباك بينهم. لا وخلي بالك يعني احنا ما بنتكلمش عشان الاهلي، بنتكلم عشان لعيبه الاهلي دول، دي اماره انت بتاخدهم المنتخب، حرقهم هو ضد مصلحه الكوره المصريه مع المنتخبات، مش هقول مصلحه الانديه الكره المصريه بس، مع المنتخب يا سيدي والله مفيش حد بيسكت كده غيرنا. يا راجل الاتحاد الافريقي كان على بعد، مش هقول اسم الفندق عشان الاعلانات، على بعد 17 دقيقه بالكتير ماشي متوسبي والذين معه، مفيش حد من اتحاد الكره يروح، ده في كباين هناك وحاجات اخر حلاوه وبنروح نشرب قهوه وبتاع وعادي يعني، الحساب والحوار مفتوح، ودي مش حاجه غلط يعني، هو مقر برضه بتروحوه او بتستضيفوا فيه ناس، الكاف هنا محدش يروح، محدش يقول للراجل سنفعل لك موعدا او نضرب لك موعدا مع السيد وزير الشباب والرياضه مع مش عارف ايه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه حاله الانفصام عن 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 فكره الاتحاد القاري ده يا ابراهيم ضد مصالح الكره المصريه والله مش تقطعت كل الروابط بينك وبين الاتحاد الافريقي كمان انت بعد برضو احمد برضو لعب دور في تجريف الاتحاد الافريقي من المصريين واستبعاد كثير من البتاع بالاضافه كمان ما انت ايه وجود الطرف الممثل ليك يعني بعيد عن المشهد وقاعد بيتفرج شايف يعني عاوز يعني انا افهم واشعر واكاد يعني يقول اتفرج هي فرقت بكره تشوف فاكر خيري زمن دلوقتي دلوقتي يا محمود عصام اشار لنقطه عدد الماتشات الثقيله وفقا للاجنده ديت والنهارده يمكن في تقارير على الدراسه العلميه اللي عملها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وقال ان لعيبه الكوره حول العالم في خطر واستشهد بحاله ارهاق ذهني عنيف بيعاني منه محمد صلاح وعلي معلول وبالمناسبة محمد الشناوي حارسنا كان رقم 3 في أكتر لعيبة الكرة مشاركة في المباريات حول العالم في الموسم ده الموسم اللي انتهى أو السنة اللي انتهت الشناوي رقم 3 في العالم في عدد المشاركات طيب وقال الدراسة العلمية ديت أنه الحمل البدني المتضاعف على اللعيبة وحالة الإرهاق الذهني اللي بيتعرضوا له المسألة خطيرة جدا ده مش خطيره هو دلوقتي الدراسات اللي اتعملت قالت انه اللعيب على في السيزون الواحد يلعب كام 50 ل 55 اه طيب مجمل الحد الاقصى الحد الاقصى مجمل بالحسابات اللي هيشارك فيها الاهلي وبتاع لو ضربنا مثلا الاهلي المتوقع 77 مباراه كان في للاهلي البدايه للاهلي للاهلي شوف اللعيبه الدوليين بتوع الاهلي العشرة دول هيوصل لكام هيروح لكام بقول لك اهو لانه هيلعب عدد ماتشات مع انا بقول لك الاهلي 77 ولا 74 77 مش هتفرق يعني لو كمل باذن الله وصل للفاينل في الدوري الافريقي وكمل ان شاء الله وصل في النهائي لدوري ابطال افريقيا والدوري ها ضفت لهم والدوري وبص يعني عاوز اقول اللي قاله الاستاذ ابراهيم عن فكره لعب مباريات المنتخبات ما انا بكلمك اضيف عليهم الدوري المحلي وكاس مصر القديم وكاس مصر الجديد ها وكاس الرابطه والسوبر الجديد اللي هيتعمل ومش لا ده شيء مميت عشان كده انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام كنت اتمنى ان يبقى في فتره صمت كده شويه كده نقعد نفكر مع بعض وطرحنا الفكره يا جماعه موسم اعمل موسم استثنائي تحمي بيه كله لعبتك لكن كله يرفض بيتعلقوا باسباب التسويق لانه الاخطر في الارهاق مش الارهاق العضلي الارهاق الذهني عندما يفقد العقل التركيز واصدار قراراته ويتناغم مع حركه الجسم مش هيعرف مش هيديك كل الاجهزه بتتقصر بص بص هتكتشف اداء لانه انت عندك تصفيات كاس العالم اللي هتبدا في نوفمبر متلاحقه ما فيهاش نفس صح مجموعه واحده لكن مجموعه واحده خادعه برضو اوعى تستهين باللي معاك في المجموعه الواحده لا يا راجل بوركينا فاسو عندها جيل من المحترفين طيب ده جيبوتي اللي انت مش عارف مين قاعد يقول لك الدوري جيبوتي والدوري مش عارف مين وطلع جيبوتي عندها فرقه وعملت المحدش عامل 95 انا بكلمك انا عنده صوله ماشي الناس قاعده تتريق وتسخر من الناس لابد يكون في نوع من الاحترام وعدم الحديث على الناس وتقليل منها طبعاً لانه خلاص يا جماعه لم يعد هناك صغيرا في اللعبه بس دوله عربيه دوله عربيه دوله عربيه يعني عاوز اقول لك ايه لابد من الاحترام وعدم التقليل والسخريه طيب واصل النادي الاهلي محتكر مسابقه ده يا جماعه ده النهارده المانيا بايرن ميونخ اللقب ال 11 يا عم انت كده يا يعني عاوز افهم بيعمل ايه ما طلعش ليه بروسيا دورتموند ونبي قال لك والله يا جماعه الزمالك خدها المسلمين
اللي فات كانت حلوه يا اخي، كانت حلوه، كانت اقوى من دوري ابطال افريقيا ومن السوبر الافريقي ومن كاس الاتحاد الاوروبي. لا بس الزمالك خد وقف طابور. بص بص ياسر التضليل، عايز اقول لك على حاجه، ياسر التضليل والتقليل الى انه بياكل بعضه. يعني ايه الناس بتضحك من الشغل ده؟ شغل ما يصحش، ما يصحش يتقال من ناس محسوبه على الاعلام او صحفيين المفروض انهم كبار. حتى لو انت بتميل والتشجيع لابد ان تعطي المنافس ليك عندما تظهر على الشاشه وتتكلم، لا احترم المنافس اللي بتتكلم عنه، احترم انه ده تاريخ بلد، احترم انه ده على القمه، الاخرين بيحترموه، انت متضايق عشان مش عارف تاخد معاه حق ولا باطل في منافساتك، دي مش مشكلته، انزل اغلبه في الملعب هيقولوا لك متشكرين يا عم مبارك انت احسن ولا الهوا. طبعا طبعا خدت الدوري وما خدتش وبتاع ما حدش يتكلم، خدت الكاس ما حدش يتكلم، طلع على الكلمه، انت كل ما تاخد تقول احنا انتصرنا ومش عارف ايه والبطولات النظيفه والغير النظيفه، دخلنا بقى في سكه ايه؟ كل واحد بيدعي الفضيله والشرف بطريقته. فالمشهد اللي انا بقوله لك مشهد اخشى ما اخشى ان يدفع ثمن المنتخب. خلي بالك في منتهى الخطوره، ضعف حساباتك الاصابات، ضعف حساباتك الارهاق الذهني وهو اخطر من الارهاق البدني، الارهاق البدني تعرف تعالجه بالراحه، الذهني خلاص لانه فقد اللاعب التشتيت خلاص اتشتت ما عادش تعرف تاخد منه حاجه، مش قادر يشد رجليه في الملعب خلاص، ما عندوش استعداد جسمه، مش عارف ياخد اوامر، هيعمل ايه هيجري. فانا عاوز اقول لك انه الامر بامانه شديده موسم صعب على كولر. ازاي هيقدر زي ما نجح في الموسم الماضي الصعب جدا والناس حيته على الروتيشن اللي عمله وتبديل اللعيبه وادخال ده وزق ده وتك عشان يعدي ياخد يروح فين ويعمل لا وشو بعدين ايه ركوب الجو هيبقى صعب جدا يا ابراهيم على فكره، السفر كتير جدا في المرحله دي مرهق، الناس فاكره انه الطياره سهله. انت تخلص سيمبا هنا 24 ده ممكن سيمبا يجي قبلك باذن الله، لو عندك إيه؟ تطلع تسافر على جنوب افريقيا بقول لك ايه، ممكن سيمبا يجي قبلك، يعني انت لما يكون طيارتك سيمبا وصل القاهره عندك دور عليك ولسه ما جوش. طيب الحل ده اصلا اهم ان كولر او الشريحه بتاعت كولر يكفي، لان كتاب الكرة فيه تلعب كل يوم وكل حاجه ما عدا انك تطلع من اطر الحد الاقصى يعني، لكن بس يدوا له مواعيد لا تتغير، اعتقد انه مش هتفرق مع الشريحه يخليك دي يخليك تتعامل مع الوضع بس بالساعه والثانيه يا حبيبي. طب عشان نوصل للساعه والثانيه الاتحاد الافريقي قال لك ما نعمل رابطه للانديه الافريقيه، ده هيبقى شيء رائع. عارف افلامنا الجميله ده النهارده طالبه معايا اذكر الناس برواياتنا العظيمه يعني لانها من الواقع يعني. ده يوم المنى يا حبيبي. والله لما خد البكالوريا هو ده دوري الابطال الانديه الافريقيه. ابقى وريني بقى مين هيطلع رخص ومين هيخبي جوابات تدير شؤونها وتطالب بحقوقها وتشرف على وضع الاجندات بتاعتها، رائع ومحترم ويليق بالقارة وكل منطقه يمثلها حد، يمثلها يعني حد اللي بتصدر الماس والالماس من اللاعبين يعني للقاره العجوز اوروبا. ده يوم المنى يعني مثلا منطقه الشمال يطلع حد النادي الاهلي يرشح غالبا ايوه الوداد او يرشح لازم يرشح يبقى في توافق ان الزون ده يطلع حد ممثل لانديه الشمال وانديه الجنوب والشرق والغرب. هي فكره الرابطه في مجلس اداره لرابطه الانديه الافريقيه معنيه بالحقوق ديت. طبعا ده خطوه مهمه جدا كل حاجه بقى، ده خطوه بس اكيد هيعلنوا تفاصيلها. لا طبعا لا 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 عشان كده بقول لك الكلام على العوائن كده بقول لك ده يوم يكون شكلها ازاي ولوائحها ازاي ومعموله ازاي وهيجيبوا اللائحه بتاعت اوروبا ما تقلقش الناس دي واضحه مع نفسها محمود حتى لو عايزين يعملوا حاجه تانيه. انت فاكر احنا كنا دايما نتكلم على باحترام يا اخي ايام عيسى حياته الله يمسيه بالخير، الناس بتبكي عليه مثلا راجل عظيم اللي اتهموه والله ظلما اقسم بالله ظلما راجل انا شفت بعيني يقول لك هو مجاملات والناس ترجع للتاريخ بس هو طيب عارف انت ازاي فاكر في 2008 2008 الفاينل الاهلي والقطن الكاميروني في جروه يا جماعه في بلده جروه بلده والاستاد على بعد امتار من ما شاء الله عليك اهو واخد بالك والراجل عازم الوزراء بتوع الكاميرون كلهم والاهلي يكسب البطوله ويرجع بالكاس من هناك كل الحكايه نتحدث ناس في قمه الاحترام نتحدث على فكره على النكاسه اللي بيعملها الفيفا في كره افريقيا او في اموال يجب ان تدار على خلاص افريقيا الفيفا حط ايده على افريقيا دلوقتي وده اللي بيحاولوا الوقت يرضوا افريقيا بيه خدوا مش عارف ايه نعمل لكم بروجرام ايه طيب فيفا حط ايده على افريقيا عموما زي ما قالت الوفد الاهلي بيرفض الانسحاب من الدوري الافريقي وكولر ينتقد المواعيد وقلت لكم انه كولر كان مستاء جدا من مواعيد الدوري الافريقي لكن الاهلي لم يفكر ولا يفكر انه ينسحب يرفض. هو هيضطر بكل الظروف الصعبه دي انه يتعامل مع البطوله. الحل السهل اللي عند مارسيل كولر الراجل بيجربه والكل متابعه انه بيعمل روتيشن او تدوير
باعلى درجه بين اللعيبه، بحيث انك ما تقدرش تقول في كل مركز باستثناء حارس المرمى لفوارق الشناوي عن مصطفى شوبير وعن حمزه علاء وعن مصطفى مخلوف، لكن بقيه المراكز ما تقدرش تقول انه في حد اساسي قوي وحد مهمل او مبعد. بالعكس يعني وقت ما هتلاقي الاكرم توفيق جهز بدنيا وخد ماتشات مش هتقدر تفرق بينه وبين محمد هاني، وهكذا في بقيه المراكز تباعا. ده كان كلام مهم جدا في الوضع الافريقي في هذه البطوله، لكن زي ما قلت لكم من بدري قياسا على وضع انتوني موديست ان المو وتوصيه طبيب نفساني. فجاه خرجت علينا جريده الوطن يا استاذ عصام بخبر انه في توصيه بتطيح بموديست من تشكيل الاهلي. السويسري خدوا بالكم الكلام ده قبل مباراه امبارح بيوم، يعني الكلام ده اتنشر اول امبارح، يعني قبل المباراه ب 24 ساعه، يعني ده اتقال والراجل في المعسكر انه مارسيل كولر اطاح بالفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد في الفتره ديت بتوصيه طبيه من الدكتور احمد ابو الوفا الطبيب النفسي. ليه يا عم؟ قال لك علم الوطن سبورت انه احمد ابو الوفا عمل جلسه مع كولر خلال الفتره اللي فاتت وقدم له تقرير طبي للتعامل بشكل الامثل مع موديست في الفتره اللي جايه لتحقيق اكبر استفاده منه، وقالوا انه ابو الوفا قال له لازم تاجل مشاركه موديست دلوقتي لغايه لما ينسجم ولغايه لما يدخل مع الفريق، وبالتالي ابعاده عن الفريق براي الطبيب النفسي حسب الوطن سبورت. فجاه موديست في التشكيل، موديست في المعسكر، موديست يبدا، موديست يجيب جون. طب الدكتور النفسي هيعترض على الجون ده محمود ولا ايه الحكايه؟ مش عارف والله بجد، والله بجد يعني كان ممكن لو الكلام على الجانب البدني اقول لك ماشي مش جاهز هو بدنيا، هو النفسي لكن نفسين ايه علاقته بالموضوع؟ عنده صدمة جاي هنا فجأة. لا واضح ان هو عنده حاجة نفسية بقى بصراحة. ليه؟ عمل كده، ودي حركة لعيب يعملها. ده ابراهيم الطاير ولا ايه؟ لا لا ابراهيم الطاير النفسية دي ولا ايه؟ يعني النفسية دي ولا لا؟ لا اعتقد يعني اللي كاتب الخبر جانا ابو التوفيق فيه، يعني ما كانش موفق ومش عارف ان في ماتش ومش عارف، وعلى ما يبدو هو نسي ان هو في ماتش. لا يعني كان ممكن الامر يكون فيه انه مثلا المسؤول عن التجهيز البدني راى ان الراجل البدني مش قادر يقف على رجليه، نفسيا مش قادر، اقول ايه مبرر يعني خلاص استبعاد. لكن نفسيا دي النفسي مع يعني كل اللاعبين دي عنده ماشي. ازمات، عنده مشكله، مش عارف يتاقلم، متضايق، مش عصبي، متنرفز. لو انت فاكر من اسبوع او 10 ايام كده كان في خبر ان اللغه يعني حاجز، مع ان في يعني خمسه بيتكلموا فرنساوي في الفرقه بس، غير يعني يعني في الفرقه بس، سيبك غير موفق يا عصام في مساله كتابه الامر الطريقه دي. صحيح. وكنت اتمنى ان يكون التناول غير كده، لانه نفسيا دي تبقى في اوقات غير كده، يعني ليه فتره بيلعب مش عارف يجيب هدف يعني. صحيح. مش كوره مش هتمشي. عموما عبد العزيز البلعوطي حارس انبي اللي استقبل هدف موديست امبارح هو الحارس رقم 100 في الحراس اللي سجل موديست فيهم، سجل 6 اهداف في الكساندرو سكولر الحارس الالماني او سكولو، وسجل 6 اهداف في الحارس السويسري دييجو بيناليو. ده أعلى الأهداف اللي سجلها موديست في مسيرته. ده كلام مهم جدا يا جماعة. أعتقد بداية موديست زي ما مستر مارسيل كولر قال، الراجل بدنيا ما هوش جاهز، وبيحرص الجهاز الفني أنه يجهزه بالحمل التدريب المناسب، وأنه كمان على مستوى التجانس والتناغم مع رتم الأداء مع اللعيبة هياخد وقت، لكن بإذن الله مع مزيد من تنشيط الكرات العرضية للاعب أبرز مزاياه وسماته ضربات الرأس، الأمور هتتحسن وتشوفوا حاجة مهمة جدا من أنتوني موديست. مباراة امبارح كان فيها لقطة مش ولا بد، عشان كده بنقول الشحات والنصيحة واجبة. حسين الشحات لاعب من أهم لاعبي الأهلي دلوقتي، وأنا دايما بكون حريص على فكرة النقد الذاتي. لاعبتنا ليهم علينا حق الدعم والمسانده والدفاع عنهم والرد، رد اي محاولات للتقليل منهم، لكن كمان ليهم علينا امانه النصيحه. وانا اعتقد حسين وهو امبارح خارج حصلت بعض التوترات مع حكم المباراه، القصه كانت ان هو المفروض الحكم بيقول له اطلع من اي حته قريبه منك، وهو عايز يجي يطلع من الناحيه الثانيه، فبالتالي الحكم
بيتناقش معاه وهو بيرد بعصبيه، لكن قام الكابتن سامي قمصان منزعج لانه حسين عنده انذار، على شفه انذار طبعا، عنده انذار وكيف المباراه فلو طلع له الكارت الاصفر هيبقى كارت احمر وهيبقى الاهلي فقد لاعب وفقد تغيير. فكانت المساله الحق تعالى بسرعه، ده الحوار اللي الناس ظهرت فيه. لكن اعتقد قبل ما هسمع راي محمود وعصام اشوف الكابتن ايمن شاوي نجمنا الكبير ومقدم الاستوديو التحليلي. الحقيقه امبارح في الاستوديو التحليلي للمباراه على قناه الاهلي كان حريص جدا على امانه النصيحه لحسين الشحات. الانذار الثاني لحسين الشحات، حسين الشحات لاعب متميز، لاعب عنده امكانيات هايله، عامل موسم ولا اروع السنه اللي فاتت ومكمل السنه دي ان شاء الله. لازم هي نصيحة من أخ أكبر إن ما كانش في سن والدك يعني. لازم تهدى عن كده شوية. لأن أنت لعيب كويس، مفيش ما يستدعي إنك أنت حتى لو المنافس استفزك، لا أنا لازم أبقى ماسك أعصابي كويس أوي أوي أوي، لأن أنا ممكن في ثانية أخسر فرقتي. أو فرقتي تخسرني. وممكن حكم ما يصبرش عليك، او ممكن حكم يروح طلع الاصفر على طول وبعدين انت تقعد تتناقش معاه او تجادل يروح مطلع لك الاصفر الثاني في ثانيه بره. انت لعيب كويس ما شاء الله، فارق مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في افضل مستوى ليك من ساعه ما جيت النادي الاهلي، وعامل حاله، وفي نفس الوقت انت عندك المهاره ولعيب متميز محدش يقدر يتكلم عليه، ولكن في اوقات لازم تمسك اعصابك شويه. ونفس اللي انا بقوله لك بقوله لمنعم وبقوله لهاني، انت بتلعب في النادي الاهلي، انت دايما المتميز، انت دايما الافضل، مفيش ما بصوا هتلاقوا الاستفزازات دي في كل حته، بتلعب في دوري محلي هتلاقيها، في جميع المسابقات، كاس مصر، كاس سوبر، كاس في الدوري العام هتلاقيها، في افريقيا هتلاقيها، وفي افريقيا كمان لو انت بتلعب بره وحصلت منا كلام، احنا عارفين التحكيم، والتحكيم في افريقيا بيتاثر نوعا ما بالارض اللي بيلعب فيها. مهما كانت الاستفزازات هتلاقي استفزازات كتير جدا 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 من الانديه ومن اللعيبه، لانهم عارفين الفوارق اللي بينك وبينهم. فهو ياخدك في حته ايه؟ لا ده انا هستفزه، انرفزه، استفاد انا، ياخد انذار في الثاني يطلع بره. ما تدوش الفرصه دي، وما تديش الحكم الفرصه دي، لان في حكام ما بتستناش، وخصوصا في افريقيا. في افريقيا تلعب بره ارضك وهو بيبقى متاثر بالاجواء اللي حواليه، انذار في ثانيه هتجادل معاه ولا تتناقش معاه يروح مطلع لك الثاني بره. انت خسرت، احنا خسرناك، خسرت فرقتك، الحكم مش هيرجع في قرار حتى وان كان قراره خطا. فما تخلوش لعيبه الانديه الاخرى تستفزوك او يستفزوا لعيبه النادي الاهلي، لان يعني في اكتر من لاعب بيستفز، وفي لعيبه بتمسك اعصابها وبتبقى عندها حته الثبات الانفعالي هايله، لازم كده. في لعيبه كتير جدا هتستفزك الماتشات اللي جاي، انا بقولش اللي حسين بقى دلوقتي، انا بقول لعيبه النادي الاهلي هيحصل، لان هم مش قادرين يجاروك في اللعب، فلا انا عايز اطلعك بقى بره اللعب، يروح واخدك في الحته دي، هتلاقي استفزازات كتير. لازم انت مع نفسك، لا لو حصل كذا لا يبقى انا رد فعلي والثبات الانفعالي بتاعي لا لازم يكون احسن من كده، اهدى من كده، انا عايز ابقى متواجد، مش عايز اخسر فرقتي، مش عايز اطلع بره الملعب، مش عايز كارت في الثانيه ابقى بره الفتره اللي جايه. هي دي نصيحة من أخ أكبر لأخ أصغر لعيبة النادي الأهلي. طيب أستاذ محمود، كابتن أيمن شوقي نصيحة مهمة لحسين ولبقية اللعيبة، لأنه الناس هتستفزك طبعا. احنا قلنا الكلام ده، قلنا الموسم السنة دي هيبقى موسم استثنائي. ايوه عاوز أوقفك. أوقفك بإيه؟ هلعب مباريات غير كورة، هلعب مباريات تانية، مباريات جانبية. عارف أنا دلوقتي ابراهيم بينفعل في الحته الفنيه، فهاجي اعمل له مشكله، اوتره قدام الحكم،
زي اللقطه، الراجل ضربه جزاء ومسك الكوره، مدافع انبي رقم 5 راح يستفزه داخل فيه، يعني عاوزين حاله ايه برضه. الانذار ده حسين كان غلطان فيها محمود، خد انذار مجاني. ما انا بقول لك اهو، يعني عارف انت ايه، انت بقيت ايه، بيت صيد سهل، ما هو القصيده خلاص في اللقطه دي زي ما انت قلت لقطينه على طول. لا ماشي خلاص، هو على ما يبدو حسين ما اعرفش يعني مفعل في خلال المباراه ما كانش الامور مستقره استثناء، فالمشهد العام بينبئ على اللي جاي. يعني انت عندك فرق معاها دربيات، دربيات جانبيه طبعًا. هيكون حساباتها طبعًا. ان انا هحطك ما ده اللي حصل في ماتش بيراميدز. ما انا بقول لك اهو الشيبي عمل ايه غير ان هو خلاص بقى، ما هو الشيبي بتوصي روح اعمل الحدوته دي والمشهد اللي انت شايفه. وخلي بالك هيتم الضغط على حسين بشكل او اخر بعد اللقطه بتاعت الشيبي، يحاول ايه البعض يحاول يحطه مستفزه. ما انا عارف ان بقى هجيبك، خلاص انا عرفتك بقى، خلاص كده عرفت بقى هجيبك ازاي. خلاص هاجي جنبك كده واقول لك مش عارف ايه، حد شافك؟ ها؟ رد انت اطرد، رد انت بقى اطرد بقى ولا خصم. الذكاء هنا المفروض هنا ياتي جانب على الاداره الفنيه، وهنا بقى دور الطبيب النفسي لازم على الخبر اذا كان ولا بد، اذا كان ولا بد. هنا الطبيب النفسي المفروض بقى تكثف. وبعدين حسين شحات بامانه من اللعيبه الاخلاقيه المميزين طبعا، يعني بامانه شديده نشهد له بالانضباط، لكن عليه ان هو برضه يكون ياخد قدوه باله من الاستفزازات. انت عندك الخبره، هو وغيره الحقيقه، هو وغيره لابد المشهد يا جماعه. لن هذا الموسم لن تتركوا تمر بهدوء، ومش كوره بس، مش كوره بس خلاص، بس انا مش هتبقى كوره، ما احنا قلنا اهي هيبقى في شغل جانبي. انت من ذكائك انك انت تفوته على ايه؟ على المنافس. عارف لما بيقول لك في مع الراجل ستاف بيرصد حاجات، هيرصد من ضمنها ايه؟ ده لو شدناه من شعره يعمل ايه؟ وده مش عارف لو قلنا له ايه يعمل ايه؟ وده لو قلنا له الكلمه الاهلي وحش، كل حاجه والله هيحصل على لعيبه الاهلي بقى. انهم مع احترامي يعني هم في شريحه حته تانية خالص، لازم يعرفوا ان ده، وكولر اكيد بياكد على ده حتى بره المعد النفسي. يا راجل انت عارف انه بيعمل معاك كده، ده اللي دفع مين سيبه يعمله لك. عصام دفع كابتن سامي وسام بحسه طبعا، وخبرته شايف المشهد عامل ازاي. وعلى فكره كان باقي تكه طبعا، يعني حسين لو كان طب اعتقد يعني هو قال له شويه كده. لا ما هو فعلا مجدي مسعود، والله مجدي بيفكر، عارف هو لما فاق عمل ايه لما سامي قال له اخلص اللي حصل، راح جاري. والا الحكم لو اداله الثاني ما تقدرش تقول له تلت الثلاثة كام طبعا، خلاص طبيعي جدا، خلاص انت خد سلمته لنفسك. عمل ايه بقى؟ راح طالع جري. هنا الحكم ما قدرش بقى ايه خلاص يقول حاجه بقى خلاص، لان اما سامي فوقه. فانت حسين انت كبير، وكل لعيب لازم يعرف انه تحت ضغوط مش ضغط واحد، يا ريته ضغط واحد، يا ريته رقابه بس في اللعب. لا صعب جدا، صعب لا، يبقى في 7-8 حاجات. دي كانت نصيحه واجبه جدا ومهمه للاعب ايضا مهم جدا ومؤثر في الفريق وبيقدم مسيره هايله مع النادي الاهلي هو وكل زمايله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. النادي الأهلي، رئيس مجلس الإدارة وأسرة الرياضة في النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي بينعوا رحيل واحد من أقطاب الرياضة المصرية ورياضة الإسكواش، واحد من أبطال النادي الأهلي وأبطال مصر، وواحد من العلامات البارزة في تاريخ الإسكواش المصري، الكابتن إبراهيم أمين الذي وافته المنية اليوم بعد تاريخ حافل بالعطاء الحياة للإسكواش المصري. رئيس الاتحاد المصري لسنوات طوال، قدم كتير من الجهود لتطوير اللعبة في النادي الأهلي وفي مصر، وواحد من أبطال اللعبة الكابتن إبراهيم أمين في ذمة الله، ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ولأسرته ولمحبيه ولأسرة الإسكواش الدعاء بالصبر والسلوان. قلت لكم في البداية أنه الاتحاد الدولي امبارح أعلن من خلال المجلس الدولي أو المجلس الدولي لكرة القدم تنظيم بطولة كأس العالم 2030 في المئوية بتاعتها، مئوية المونديال، مرور 100 سنة على انطلاق كأس العالم. هذه النسخة بهذا الشكل الاستثنائي أراد الاتحاد الدولي أن يحتفل بها بطريقة استثنائية، فأسند تنظيمها إلى ملف مشترك بين أسبانيا والبرتغال والمغرب، إذن ملف مشترك بين أفريقيا وأوروبا. ثم أراد أنه يعمل حاجة كمان مختلفة جدا، قال لك طب ما البطولة بدأت لاتينية، إذا كانت بدأت في الأوروغواي طب ما نخلي الأرجنتين، كان في ملف مشترك متقدمة به الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، قال لك طب ما نديهم 3 ماتشات في البداية، ويبقى كده كأس العالم في هذه النسخة 2030 تتلعب في 6 دول.
الارجنتين اول مباراه ليه في البطوله يلعبها في ملعبه، والاوروجواي نفس الحكايه، والباراجواي نفس الحكايه، وتكون المباراه الاولى في نفس الملعب اللي بدات عليه في سنه 1930. اعتقد مساله مهمه جدا بعيدا عن هذا الجانب اللاتيني او الجانب الاوروبي، ما يعنينا وما يهمنا وما اسعدنا جدا ان المغرب بعد حاله كفاح مع المونديال، المغرب يا جماعه اكثر الدول سعت لهذه اللحظه، لقد هرمنا حتى وصلنا الى ما حدث بالامس. معنا من المغرب الصديق العزيز الدكتور منصف اليزجي الاعلامي والباحث المتميز واللي فرحان طبعا بالضروره واحنا فرحانين معاه. دكتور منصف مساء الخير، تحياتي وتحيات الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري وكل التهاني للشعب المغربي. اهلا عزيزي ابراهيم، سعيد بالتواصل معك على قناه الاهلي، تحياتي للاخوه شلتوت والاخ صبري. شكرا على تهنئتك التي كانت مبكره جدا يوم امس، شكرا على مشاعر الاخوه المصريين مباشره بعد فوز المغرب بالتنظيم، وهذا ليس خفي، قد تقع بعض الاحداث تعكر صفو الاجواء، لكن الثابت هو ان علاقتنا مع مصر تظل ثابته ولا يمكن ان نخسر بعضنا يوما. طبعا منصف وانا ببارك لك امبارح قلت لي انا هرد عليك بكلمه عادل امام، قروا علينا بقى. تصور عزيز ابراهيم ثق بي بانه مسرحيه مدرسه مشاغبين، يعني انا شخصيا حفظتها منذ سنوات. والمقطع ده هو المقطع الذي يضحكني كثيرا، فاول ما جاني بالامس هو الذي قلت لك، ولكن بارك الله فيك ارسلت لي المقطع مصور، يعني تكتفي فقط بالرد. عموما الف الف مبروك، اعتقد المغرب كافح كثير وكان عنده رغبه ملحه في دورات سابقه كثيرا حتى وصل للملف المشترك. قل لي اصداء ده في المغرب ومدى الجاهزيه هنا بالمغرب عزيزي. مظاهر ارتياح بالامس كبيره جدا، لا تنسى عزيزي بانه المغرب فكر في تنظيم كاس العالم سنه 1988 عندما تم تقديم المشروع للراحل حسن الثاني، وتقدم المغرب الى مونديال 1994، يعني منذ 94 تقدم المغرب، 94 98 2006 2010 2026، يعني خمس محاولات، وبالتالي وصلنا لنهايه المطاف في 2030 بعد مرور 10 دورات وبعد مرور حوالي 30 سنه، اذا الامر لم يكن سهلا على المغاربه، كان الامر فرحا كبيرا هنا بالمغرب اشترك فيه الجميع. على مستوى الجاهزيه اقول لك بانه المغرب عندما فشل في احتضان كاس افريقيا 2010 التي نظمت بجنوب افريقيا وكان الاعلان عن ذلك سنه 2004، الملك اطلق اشاره الى المسؤولين جنوب المغرب على ان يبداوا في بناء الملاعب كما لو ان المغرب سينظم كاس العالم، وبالتالي استطعنا ان نكسب ملاعب من حجم ملعب طنجه الذي كنت حاضرا فيه رفقه الاهلي في كاس العالم للانديه، ثم ملعب اكادير، ثم ملعب مراكش، ثم ملعب فاس، الى جانب ملعب محمد الخامس وملعب امير بن عبد الله. هذه الملاعب ساعدتنا على ان نؤمن بقدراتنا، خصوصا انه في المشاركات السابقه وفي الطلب الترشيحات السابقه كنا دائما نصدم بانه مختلف الملاعب كنا نقدمها كماكيطات، يعني كمشاريع هندسيه فقط. الان المغرب في اطار ترشيح مشترك، وبما انه العدد 48 منتخبا هناك ترشيح مشترك، المغرب في اقصى الحالات لا يمكن ان يتجاوز عدد الملاعب التي تحتضن وهي اربع او سته ملاعب كلها موجوده حاليا، بدليل انه ملعب اميره بن عبد الله، ملعب عبد الله الذي لعب فيه الاهلي نصف نهائي كاس العالم الانديه تم هدمه بنسبه 80% من اجل اعاده بنائه قبل كاس افريقيا 2025. يعني تفضل يا منصف لغايه لما نعود الاتصال. يفضل على كاس افريقيا. تفضل. طيب احنا هنعاود الاتصال بمنصف اليزجي تاني، لكن الواضح يا جماعه خمس مرات محاوله للمغرب قبل كده لتنظيم كاس العالم في حته مهمه من 94 وهي طبعاً بتسعى وقاربت في 2006 و2010 قاربت. أيوة. من لمس هذا الواقع، يعني كان طبعا هناك تدخلات اخرى يعني فيما عرف وقتها بكاس عالم السيد. طيب مندلة. نرجع تاني لمنصف اليزجي عبر سكايب، اتفضل يا دكتور. قلت لك بانه يبقى الرهان الوحيد بالنسبه للمغرب في كاس العالم 2030 وهو بناء ملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيكون الاكبر في افريقيا بسعه تصل الى 95 ألف متفرج حسب ما اعلنه الاتحاد المغربي، اذا الرهان كبير على مستوى البنيه التحتيه، لكن اقول لك
وانتم عشتوا هذا الامر مع مختلف التدورات الرياضيه التي نظمتموها بمصر وبنجاح كبير، اقول لك بان المغرب يراهن ان تنظم الاحداث الرياضيه هنا بالمغرب مرفوقه بتنميه شامله لمختلف البنيه التحتيه الرياضيه، لانه في اخر المطاف كاس العالم ليست ملعبا، ليست مباراه من ساعتين، بل هي ايضا ما يحيط بالملعب من طرقات، من فنادق، من وسائل نقل، من كل ذلك، وهذا هو الذي سيجعل بانه ان ننهي كاس العالم او كاس افريقيا لنجد انفسنا امام ارث كبير يستفيد منه مختلف الاجيال المقبله. التنسيق شغال كويس مع الاسبان والبرتغاليين؟ ممكن تعيد السؤال؟ هل في تنسيق فاعل مع البرتغال واسبانيا في الاحتضان؟ نعم، على مستوى التنسيق عزيزي بانه تنسيق مستوى عالي جدا، واقول لك امر بانه اسبانيا او البرتغال لم ياخذ المغرب الى جانبهما على سبيل ان يكون ورقه احتياطيه او عجله احتياطيه، بل لاعتبارات عدة المغرب في السنوات الأخيرة أصبح حضوره قويا في القارة الإفريقية، واتضح بأنه في حالة وصول إلى تصويت الأعضاء الفيفا 211 الفيفا فإنه المغرب بإمكانه أن يجر من ورائه حوالي 54 صوتا على القارة الإفريقية إلى جانب أصوات الدول العربية والإسلامية، وإذا أضفت إليها أصوات أوروبا فبالتأكيد سيكون التصويت لصالح هذا الملف. لم يكتب أن يتم التصويت بحكم أنه الملف كان وحيدا بعد انسحاب الملف الأمريكي اللاتيني والاكتفاء بمنحهم 3 مباريات، لكن التنسيق على أعلى مستوى، وفي تاريخ 18 أكتوبر المقبل سيعقد الاجتماع هنا بالرباط من أجل لقاء رؤساء اتحادات المغرب وإسبانيا والبرتغال للاتفاق على مختلف الترتيبات، علما أعلمك إذا لم يكن في علمك أنه اليوم استقبل فقدنا الاتصال تاني بمنصف اليزغي. الملاعب اصبحت واقع لم تتقدم ملفات بها اللي هو يعني الشكل الهندسي والماكيت يعني هذه انت بتتكلم في واقع موجود طبعا، وده وبقيت حتى اللوازم يعني الفنادق والطرق وانت رحت وشفت فنادق وطرق واتصالات على مستوى مستشفيات، ويمكن ربنا يا رب يجيبه بالسلامه الكابتن لما تعب حتى عرفنا انه راح حاجه واو قوي في المستشفى وحاجات كده. لا دولة عندها تنمية نتمنى لها النجاح الدائم يا رب. يعني انك انت تلاقي الاسبان والبرتغاليين حريصين على انه زي ما منصف قال هم اللي ينسقوا مع المغرب وهم اللي يستفيدوا من الوجود الافريقي للمغرب، لانه واضح جدا انه واضح انه المستوى اللي ظهر عليه المغرب مش مره احتياطيه في كأس العالم الأخيرة طبعا ليها دور لا يعني عاوز اقول لك لما نظمت حتى مونديال الانديه في 2014 اتعمل بشكل طب نرجع تاني لمنصف اليزغي، تفضل يا منصف. إذن فالمغرب ينوي أن تكون دورة 2025 فقط بروفا لكأس العالم 2030، وأعطيك خبرا جديدا وأقول لك بأنه المغرب قدم ترشيحه أو ينوي تقديم ترشيحه لاحتضان كأس العالم للأندية في 2029، أتمنى أن يكون الأهلي حاضرا بطبيعة الحال. فالمغرب يسير بخطى ثابتة من أجل أن تكون كأس العالم 2030 فرصة لتقديم مغرب جديد، فرصة لتقديم نسخة مغربية خالصة تتمن وتضيف ما أنجزه القطريون، وأيضا يمهدون لما قد يصنعه السعوديون سنة 2034. كأس العالم للأندية 2029 شأن 2025 هتبقى بمشاركة 24 نادي. تماما. طيب تمام، احجز للأهلي مكان إن شاء الله. لا احجز لك مكان انت يا عزيزي، انا مشتاق لك كثير. طيب قول لي بقى من غير ما قر عليكم اللي انت فيه قروا على العالم بقى الوضع للمغرب ما شاء الله فيه على مستوى التنظيم وعلى مستوى استضافه الاحداث الكبيره، رؤيتك كراجل باحث وراصد للواقع، هذا التحول الكبير في كره القدم على الاقل للكره المغربيه نتاج ايه بالظبط؟ أولا نتاج رسالة دي مهمة جدا هنرجع لمنصف فيها، لأنه احنا يا جماعة بصدد نهضة كروية مهمة جدا لازم نرصدها. لو كنا بنتكلم على أن الدوري السعودي نتاج ضخ أموال كبيرة جدا واستقدام وجلب كبار نجوم العالم، فالتجربة المغربية نتاج أفكار مش نتاج دولار، نتاج أفكار.
لدولة ممكن يكون الصرف عندها على كرة القدم ما هوش أعلى مننا خالص. هتفاجئوا لما هسأل منصف اليزجي أعلى لاعب في المغرب بياخد كام وأعلى راتب لمدرب بياخد كام، هتكتشفوا إن إحنا هنا في مصر بندفع أكتر منهم بكتير جدا. بندفع زي منصف رجع لنا تاني. منصف نعم. أنت أنا معك. أنت وقفت عند ما يحدث حاليا نتاج رسالة كانت إيه؟ رسالة وجهها الملك إلى المتناظرين، وكنت أنا حاضرا في مناظرة 2008 بالسخيرات، وتم تحديد الخطط العريضة أو سميناه هنا بالمغرب خارطة طريق الرياضة الوطنية، وانطلق الاشتغال من أجل تنزيل هذه الخريطة على الواقع. فشلنا في السنوات الأولى لم تتحقق نتائج، وانطلق العمل مجددا سنة 2015 مع شعور فوز القجاع. فوز القجاع كان مندفعا، لديه جرأة، لديه تصور، ونجح في ما خطط له، إذ أنه التنمية كانت على جميع القطاعات، لم تكن تركيز على المنتخب الكبار بل على الجميع وجميع أنواع كرة القدم. الآن أنت تتحدث على مغرب بلغ ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة، وأيضا منتخب للسيدات بلغ الدور الثاني كأس العالم للسيدات، وأيضا منتخب مؤهل إلى الألعاب الأولمبية، ومنتخب بلغ نصف نهائي كأس العالم بقطر. إذن كانت هنا والكرة القدم الشاطئية آتية في الطريق، بل أكثر من ذلك أنه حتى واضح أنه برضو الاتصال لسه قطع. تصبح لدي رسالة من رأس الدولة للسيد الملك فوزي الأقجع، الملك محمد الذي السادس عمل على الملف وأصبح مفاوض جيد لدرجة أنه يعني يجعل البرتغال وأسبانيا يروا أن المغرب ثالث ثلاثة، مش مجرد تعالوا معانا، لا مش ورا احتياطية طبعا طبعا. وتنساش يعني برضو أنه فوزي الأقجع هو وزير الخزانة يعني في ايده في ايده الصرف، لا ما هو وصرفه يعني موجه وصرفه منضبط، يعني ما الدوله الدوله اطلقت ايده في المساله دي، فاستطاع هو بحكم علاقاته انه يجلب كل قدم كل الاستثمار حقيقه، قدم كل الشغل صرف زي ما ابراهيم التجارب اللي عايز اقول لك. خلينا نلاحظ ان كل التجارب اللي حاصله فيها عمود خيمه. محمد روروه هو اللي عمل تجربة الجزائر طبعا. فوزي الأقجع عمل تجربة المغرب. سونجو في السنغال هو اللي عمل تجربة السنغال اللي كسرت الدنيا برضو. احنا مفتقدين عصام عمود الخيمة الرياضية أو الكروية للأسف طبعا. للأسف من يعني حلمنا أن يكون عند حسن الظن يعني عمل كثيرا، مع أن الاثنين خط واحد يا أخي، أن تعمل لصالح اسمك ثم اسم الوطن. هي من وجهة نظري وبتجربة طويلة معاه هو شخصيا شفت ان دي متلازمة عادية جدا، لكن لا ادري سببا لهذه القطيعة الا بقى الحقيقة ان كنا مخدوعين في انه هل انت صاحب فكر ولا صاحب فكر لو ينمكش بالليل، حاجة من الاثنين يعني، صاحب افكار ولا صاحب فكر مشغول بنفسك يعني. للأسف يعني، لان برضو بالنقاش والتجوال لا، السيد فوزي الأقجع الحقيقة كان لديه فرق بس عمل. بس خد بالك حاجة، يعني فوزي الأقجع مش وحده، أولا مش وحده برضه، تولى رئاسة اتحاد الكرة وأعطيت ليه سلطات كاملة وميزانيات كبيرة. يا سيدي هو من أقنع أولا، لأنه لما بيحصل زي هنا أنه يأتي من مكان سيادي كلام عن إيه اللي بيحصل ده، فكان يمتلك الجرأة في أن دي شغلته، فيقول أريد توكيل ثم حاسبوني، مش يقعد يقول إنه وكذا زي اللي بيقعد يقول لك اتغلبت ليه إن الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية زي كده. الرجل امتلك ادوني توكيل وعمل الجميع معه لأنه قدم مشروعا، مش يلا بينا أنا هروح ادوني اتحاد الكورة وخلاص. على ما يرجع لنا منصف تاني، عايز أقول لك على حاجة يا محمود. الناس دي عشان تعمل دوري محترفين بجد، أنا في الزيارة الأخيرة للمغرب وكان منصف معايا ومعانا المهندس عدلي، قعدنا مع رئيس الرابطة. بص الناس اللي عندها تجارب جادة بقى عشان تعمل رابطة للأندية المحترفة، ظبطوا كل العناصر اللي في المنظومة. إحنا عندنا هنا جمعية اللاعبين المحترفين، هم جمعية للاعبين المحترفين، جمعية للمدربين، جمعية للحكام مستقلة ومنفصلة، وجمعية للأطباء الرياضيين اللي شغالين في الطب الرياضي. ما في عنصر من دول هيشتغل في دور المحترفين إلا واخد رخصة من الجمعية بتاعته وهو عضو فيها. ثم تيجي تعمل تشكيل للرابطة، كمان إنه ممثل في تيجي الرابط. تعمل تشكيل للرابطة، يقول لك رئيس الرابطة بيدخل الانتخابات بقائمة فيها 13 واحد، أربعة للدوري الممتاز
أربعة ممثلين عن أندية الدوري 16 وأربعة عن القسم الثاني اللي هو مرتبط بيه. اتنين من الحكام، اتنين ممثلين للجنة الحكام في الرابطة، ممثل للطب الرياضي، ممثل للحكام، ممثل قصدي للمدربين، ممثل للعيبة. كل عناصر المنظومة مشكلة في مجلس إدارة الرابطة. فما فيش حاجة اسمها مدرب شغال وما عندوش رخصة. ما فيش حاجة اسمها مدرب فسخوا عقده وهيروح يدرب الفرقة التانية. ورخصة لرخصة. ورخصة يعني رخصة. ما فيش حاجة اسمها لعيب تم فسخ عقده وهيروح يشتكي في الفيفا. في جمعية مسؤولة عنه. الحكام ما فيش حاجة اسمها اتحاد الكرة بيتدخل في شغلهم. ميزانيتهم جاية من البلد، من المملكة. وعندهم مجلس إدارة بيديرهم ويديهم مكافآتهم ويحل مشاكلهم وينظم دورات الصقل بتاعتهم والتأهيل. فعندهم استقلالية، ما حدش بيأثر على قرارهم. يعني ما عندهمش والنبي مزنومين في حكم بعتهم ولا غير الحكم فلان ولا عدل علان. فبالتالي دي رابطة كاملة بتدير مسابقة بتوزع عوائدها بطريقتها، ويستقطع جزء من عوائد الدوري كل سنة لإصلاح أيوة الملاعب وصيانتها. أيوة بحيث أن تفضل كل الملاعب مؤهلة للاستقبال المباريات. والله احنا عندنا الكلام ده ونقدر نعمله يا ابونا. جدا. بلدنا مؤهلة على جدا يا استاذ. طبعا. وافضل من كده اقسم بالله. انت عندك اللي محدش عاوزين نخرج من دايرة ها؟ اشمعنى؟ اه. بص اشمعنى؟ اشمعنى تعبتنا؟ يعني اقول لك حاجة، يعني يا ريت كل واحد يشتغل بنفسه. يعني لازم يكون في عمل، الدولة عاملة نهضة على مستوى البنية التحتية. ده اللي بنقوله. عاملة شغل الملاعب. انت عندك حجم طرق اتعملت سهلت كتير جدا. مين محمود مشارك في جزء التنميه ده بالاشياء الرياضيه والاجتماعيه اكتر من النادي الاهلي؟ لا يوجد. بافرع بكذا، بامتدادات، بعمران. طب فين الباقي يا جماعه؟ فين بقى راس الخيمه او عمود الخيمه زي ما ابراهيم بيطالب وكلنا طبعا؟ مفيش. لا انت يعني عندك انتخابات لاتحاد الكوره، خلي اللي ترشح يقدم برنامج. انا هطور الكره ازاي؟ لكن مش هجامل سين وصاد وعين ودال وتبص تلاقي الوضع. احنا بنعمل كل حاجه شبه الحاجه، ما بنعملش الحاجه نفسها. كانها بالظبط، كانها دي كره. كانها المغرب لو قدر كان ان منصف يستمر معانا لولا الاتصالات الدوليه، كنت هتكتشفوا انه لعيبه المغرب المحترفين في الدوري المغربي مع الوداد والرجاء وغيرهم ما بياخدوش ربع اللي بياخدوه اللعيبه المصريين هنا والاجانب المحترفين هنا. وده برضو لغز كبير. ما وصلش للربع على فكره. المدربين هناك ما فيش مدرب بياخد نص اللي مدربينا هنا بياخدوه. اللي بالك الرابطه مقنعه للدوله، لان الدوله بتنتظر اللي بيدير الكوره وبتراقب اللعب المالي النظيف. انا بقول لك مقنعه للدوله في لعب نظيف، مقنعه للدوله في ان الجمهور يخش فيتعرف لما يجيبوا محمود وابراهيم وعصام يزيد الدخل ولا لا. مقنعه في انه اللاعب مش حكر يعني عشان يدر دولارات. ما احنا بنشتري من المغرب عقود، صح؟ بتدر ايه على هذا الوطن العظيم المغربي؟ بتدر دولارات. انت ما سالتش نفسك سؤال، معلش على كلامك، لماذا لا يحترف اللاعب المصري في تونس وفي المغرب والجزائر؟ يا لهوي، فلوسهم اقل بكتير من اللي انت بتاخده. لا ويروح يشقى ليه؟ اقل من اللي احنا ويروح يشقى ليه؟ انا بسالك سؤال، هو عاوز يشقى؟ انا واخد 50 و30 و40 مليون يعني اتعب ليه؟ انا بعمل اللي انا عايزه. كمان النقطه المهمه في التجربه المغربيه الناشئين. لا ده هو ده هو ده اكاديميه محمد السادس. المبادره او الرساله اللي كان منصف هيتكلم عنها، الرساله اللي عملها عمل حاجه زي العصف الذهني. جمع نجوم الكره المغاربه بعد ما اعتقد كانوا فشلوا في 98 تعالوا قولوا لي نعمل ايه. حاجه بعد 2006 فقالوا له بص ما فيش حل الا في الناشئين. طب تعمل ايه؟ راح جايب ابناء المغرب من المدربين اللي شغالين في اوروبا، في فرنسا واسبانيا وغيرها. رجع بتاع 20 30 واحد منهم. وانشا حاجه اسمها اكاديميه محمد السادس. عمل فرعين في الرباط العاصمه، ثم في الدار البيضاء، ثم انتشرت في عموم المملكه كلها. فروع لاكاديميه محمد السادس. اساسها ملاعب للممارسه. اعمل في كل أكاديمية 5-6 ملاعب عشان أبناء هذه المنطقة يلعبوا كورة في ملاعب كويسة ببلاش. ثم تيجي بقى العيون الخبيرة تنتقي منهم. كشافين. يعمل كشافين من المغاربة الأوروبيين ينتقوا ولاد موهوبين
ويفسحوا لهم فرصة الاحتراف الخارجي. هنا ابراهيم اللي بيدرب فطلع لي. انت عارف المنتخب المغربي اللي كسر الدنيا في قطر في المونديال منه بتاع 4-5 لعيبة ابناء هذه التجربة. يا ابراهيم المدربين هنا ابراهيم ما بترضاش تجيب مواليد الخارج يا ابراهيم. ما انت عارف احنا بس عايزين الجمهور المدربين هنا ما بيرضوش يجيبوا مواليد الخارج، بيقول لك ده واد يجي يتنطط عليا. احنا بسمع حاجات تجنن يا جماعه. اسالوا مرموش ده جه ازاي؟ مرموش اهو ها اسالوه جيت ازاي؟ بعد ضغوط وحاله كانت هتبقى شكلها وحش لو ما كانش جه، لان هو اصلا محدود اللي جوه. ما هم ناس هم بيدوروا حوالين الكراسي الموسيقيه. طب هو انت سالت نفسك سؤال، وانت عندك مدربين بيختاروا؟ لا طبعا. لا بقول لك على مواليد الخارج. انا بسالك، لا انا بسالك، هو انت عندك مدربين بيعرفوا يختاروا في قطاعات النشئين؟ مش كده وبس، احنا عندنا اكتر عندك عدداً. استثناء في 10% و90% بدون مبالغه. بدون مبالغه يا عصام اتحداك انت شوف حجم المستوى المواهب قلت عندك ازاي. اما تيجي من بص الممارسة، انا بكلم الممارسه، الممارسه ما فيلعبش، مش راضي، ما شارع ومركز شباب بقى بالايجار، الملعب بالايجار، ما حدش يزعل مني. انت يعني عندك طموحات الناس والشباب والانديه، هتيجي منين يا ثواني؟ ما هو دلوقتي في حاجه غريبه جدا، انت رايح تدور على موهبه مين اللي هيدفع؟ ما حدش هيدفعوا فلوس. لا هتدفعوا فلوس، ما هو ده اللي بنقوله. هيلعب فين؟ في لعيب كوره بيدفع فلوس، هيلعب فين كمان؟ ده في مصيبه اسمها الفريق الاستثماري. يجي مثلا كارثة. يجي انديه على فكره فيهم انديه في الدوري الممتاز للاسف، لا مش انديه ده مجد اغلبهم كده، يجي يقول لك فرقه مواليد مثلا 2000 ادفع كام؟ المفروض بيسجل 25 لاعب، يقول لك انا هسجل 10 لعيبه دول الكويسين و15 لاعب استثماري خدموا عليهم مصرف عليهم. ايه ال 15 لاعب الاستثماري؟ يقول لك كل واحد يدفع 30000 جنيه و40000 دلوقتي عشان يتسجل. انديه في الدوري الممتاز وأندية عندها ظروف مادية كبيرة على فكرة، بس كله بيستثمر في أحلام الصغار ولم تخرج لعيب وأحلام البسطاء ولم تخرج لعيب. يا جماعة طبعا والله من يوم ما طبقت هذه الطريقة اللي دمرت وقتلت الطموح إنه اللعيب النشئ يدفع فلوس عشان يلعب، أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده. يا جماعة أنا عاوز أفكرك بحاجة، ألمانيا لما فشلت في مونديال 2006 على ملاعبها كانت الناتج إيه اللي حاصل يا راس؟ عملوا انقلاب في 12,000 أكاديمية طبعًا. على مستوى الدولة طبعًا. كان نتيجتها إيه؟ انه مغرب البرازيل 7 في مونديال 2014. بس عارفينك يعني حته بس دوروا عليها، اوعى تفكر ان ده مشروع للم فلوس من العيال اللي هتلعب. بس الورق الموثق ده بيسمح ليهم ولاهاليهم يجتازوا الحدود في هجره. اسمع مني وانا مسؤول عن كلامي، الورق ده والتسجيل ده بيسمح له ان الواد لو ما فلحش او اقل حاجه بنفس الواسطه يبقى حكم، عشان الحكم لاعب قال سجل مش عارف في قطاع ايه وبتاع ايه، لانه ممتده لغايه 16 و17 سنه. الموضوع وراه مافيا كبيره، الموضوع مش بس انه بياخد 40,000 من ولد قال يعني عشان بابي يجيب له كارنيه اتحاد الكوره او المنطقه، لا الموضوع وراه مافيا كبيره يا جماعه، ولازم الموضوع ده يتفتح ملفه في اعلام البلد دي تلزمه. باذن الله يحصل، باذن الله يحصل، موضوع خطير جد خطير على فكره يا جماعه. الـ 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 الوضع اللي فيه المغرب مش خاسر على الفريق كرة القدم الرجال، لكن لاحظوا انهم على مستوى الأندية الوداد والرجاء ضامنين وجود في الأدوار الإقصائية ونهضة بركان في الفترة الأخيرة متواجدين، لأن الناس يقول لك ايه المنتخب المغربي ده نتاج المحترفين في الخارج، وعنده محترفين في الخارج وعنده تنظيم قوي جدا في الداخل، لأنه مبدئيا عنده قاعدة ناشئين قوية جدا. الثمار اللي طلع من أكاديمية محمد السادس بتورد لأوروبا على طول، والأندية الكبيرة زي الرجاء والوداد بيشتروا منها برضو، لكن النتيجة إن أنت على مستوى الكرة النسائية الناس لعبوا دور الثمانية في كأس العالم، على مستوى الكرة الشاطئية خدوا بطولة أفريقيا، على مستوى كرة الصالات خدوا بطولة أفريقيا، على مستوى المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب والناشئين متفوقين جدا، على مستوى تنظيم المسابقات المحلية عندهم أندية باستمرار موجودة في الأدوار النهائية لدور الأبطال والكونفدرالية. قائد منتخبهم الأولمبي إبراهيم في برشلونة، وأنا شفت حتى تصريح لفوز الأقجع أخيرا أنه بيقول لك الموسم اللي جاي موسم الروابط، أن الجامعة الملكية المغربية اللي هي اتحاد الكرة المغربي خلاص متفرغ لانتشار اللعبة، لكن كل مسابقة من المسابقات يعني الكرة السيدات، كرة الصالات، كرة الشاطئية، دوريات خاصة بها تديرها روابط خاصة بها.
هي دي الإدارة وهي دي الحوكمة الحديثة بجد، إن أنت في النهاية بتخلق روابط هي اللي بتشرف على مسابقاتها، إنما فكرة إن الاتحاد بتاعنا يدير كل حاجة وفي النهاية ما بيديرش أي حاجة. في النهاية ديكوا شايفين أندية استثمارية، فرق استثمارية موجودة متاجرة بأحلام الولاد البسطاء والغلابة اللي عايزين يلعبوا كرة ما بين مراكز شباب وأندية شعبية تأجر لهم الملعب، ثم فرق في الدوري الممتاز لأندية غنية جدا مش أندية بسيطة، فتحت الأبواب للاستثمار في أحلام هؤلاء الصغار. للأسف مرة تانية بنهني المغرب وبنتمنى لها التوفيق إن شاء الله. السيد لقجع لما بيقول ده معناه أنه كل شوية بيحط ورقة جديدة في الملف، كما أسبانيا كما ألمانيا هم ما بيقلفش، هو خلاص ما بيقلفش، هو جايب نظم جادة بينظم النظام، بس بيبدأ واحدة واحدة. قال الموسم القادم موسم الرابط، ربنا يوفقهم صراحة. يعني هتقول إيه؟ ده كلام مهم جدا. ولدينا الآن عاشور، مش خلاص بقى، مش اتنقل إمام عاشور للأهلي وانتظم وخلصت، ولا هنفضل باستمرار زي حاجات كتيرة جدا في مشهدنا الرياضي ماسكين فيها، يلعب إمام عاشور يطلعوا له أي معرفش إيه، إمام عاشور يسجل يقول لك آه ما هو ده اللي انتوا خدتوه بعد معرفش إيه، رغم إنه أرقام. حتى إمام عاشور امبارح في لحظة الإحماء ولحظة ما إنه هو بيجهز ويلبس، بصوا التربص، يقول لك سامي قمصان وهو بيديله تعليمات وهو مش باصص له، بيربط بيلبس الشراب. طب يعني انتوا عارفين ان لحظه التغيير دي اللاعب مركز في انه يجهز نفسه ويجهز لبسه وبيسمع، لكن مش هيسيب كل حاجه ويقول له انتباه اتفضل. لكن هي حاله تربص بامام عاشور اللي رغم كل ده، بصوا ارقامه في عدد المباريات القليله، اول ثلاث مباريات له مع النادي الاهلي صنع ثلاث اهداف، الأول صنع في صناعة الأهداف وصنع ثلاثة، في صناعة الفرص الثاني بعد علي معلول سبعة، في إجمالي المحاولات 11 الأول، في إجمالي المراوغات 9 الأول، في المراوغات الصحيحة 6 الأول، في التمريرات الطويلة 13 تمريرة طويلة خد بيهم الرابع بعد الشناوي ورامي ربيعة وهاني، في التمريرات في استخلاص الكره 24 الخامس بعد منعم وربيعه وديانجو هاني، يعني على سبيل في الاستخلاص وفي التمرير الصحيح. الارقام اللي عملها امام مع الاهلي تكاد تكون هي نفس اسهاماته مع الزمالك، لكن لانه منظومه الاهلي جماعيه فافضل ما في المنظومه انه اللعب الجماعي كله ما هوش فردي، كله ثلاث ماتشات. على فكره دي مش ارقامنا، دي ارقام الزميل الصحفي احمد نجيب في اون تايم سبورتس، وهو بيعدد ارقام امام عاشور وازاي كانت مؤثره مع الاداء الجماعي للنادي الاهلي، واللي الحقيقه امام ماتش بعد الثاني بيثبت انسجامه وتناغمه مع زمايله، وزي ما قال مستر مارسيل كولر اللي ساعد امام على نجاحه السريع مع الاهلي حاله التناغم، وازاي قدر بسرعه يدخل في الترس بتاع النادي الاهلي. الحكايه دي أكيد في ناس مستكترة على إمام عاشور هذا النجاح اللي أو على طول بسرعة رجعه للمنتخب. الراجل زي ما كولر قال لك بقاله قعد 4 شهور ما بيلعبش كورة، فإنه يرجع يلعب وبالسرعة دي يوصل للأرقام العالية ديت ويكون كمان عنصر أساسي في المنتخب، لا ده لاعب مختلف ومشى تانية خالص. نشوف رأي أحمد نجيب عنه. أنا هتكلم في حاجة بسيطة، مقارنة رقمية صغيرة ما بين إمام في الثلاث مباريات، مش هستثني مباراة النهاردة مش معانا، ثلاث مباريات قبل كده، مباراة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، مباراة المصري في الأسبوع الأول، ومباراة سان جورج اللي هي مباراة الذهاب قبل مباراة النهاردة. إمام عاشور في أول ثلاث مباريات مع الأهلي صنع ثلاث أهداف، هو الأول في النادي الأهلي. صنع 7 فرص هو الثاني بعد علي معلول، عمل 11 محاولة وهو الأول. محاولات صحيحة 5 وهو الأول، إجمالي المراوغات 9 وهو الأول، مراوغاته الصحيحة 6 وهو الأول، تمريراته الطويلة عمل 13 تمريرة طويلة، الرابع بعد الشناوي وربيعة وهاني، حارس مرمى واثنين مدافعين. أيوة تمريرات طويلة صحيحة 5
الخامس زي من الاسامي المكتوبه. نعم. استخلاص الكوره وده رقم مهم 24 مره في 3 مباريات. الخامس بعد مين؟ منع مربيعه سنتر باكات هاني باك رايت وديانج الديفندر لاعب ثلاثة لعبوا كلهم ماتشات كل الدقايق لاعبين كل الدقايق في الخطوط الاماميه هو الاول نعم. في كل الامور ده لاعب الهجوم وهو الاول على مستوى الفريق كله يمكن باستثناء صناعه الفرص. نعم. فاذا امام مؤثر جدا. طيب نعم. الارقام اللي امام عملها في 3 مباريات المعدلات لكل 90 نعم. دقيقه او لكل مباراه امام اسهاماته مع الاهلي تكاد تكون هي هي بالظبط نفس اسهاماته مع الزمالك. نعم. ولكن لان منظومه الاهلي منظومه جماعيا منظومه الاهلي الحاليه افضل من المنظومه الجماعيه اللي امام تركها في الزمالك. نعم. فبالتالي الاسهامات دي مقدره جدا ومؤثره جدا في, نعم. في الاداء نعم. والنتائج. استاذ عصام قماشه امام عاشور رايك فيها ايه؟ ما شاء الله امام عاشور بان عليه انه لاعب موهوب يعني بيسموها من نعومه اظافره يعني من اول انتقال ليه من المحله هو باين عليه ربنا كمان حباب موهبه يمكن كولر لما قال على المراوغه هو عنده موهبه انه بيرقص وهو بينطلق بسرعات عاليه من الحركه وما بيحبش هو يعني اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه يعني قلبها روك اند رول بيروح بسرعه شديده جدا لعيب كمان بيستطيع ان هو يقول انا موجود وكمان عنده انكار للذات واحيانا الناس تفكر ان اللي زي امام ده ممكن يعني ينشكح بنفسه ده مش صحيح وبانت لما اتحط صح مع منتخب مصر وتالق وايضا مع النادي الاهلي اللي هي في الظروف الطبيعيه مش هنقول يعني انه في الاهلي يعني حاجه غريبه بالعكس هو ده المنطق ومع المنتخب لما لعب واجاد وكان فعلا ترس في اله اعتقد ان هو بينتظره شيء مبهر جدا يبدو ان كولر عشان يعني يشعر بان نظريته في محلها وده دايما فكر الكلاس ايه حتى لو جارديولا حطه تحت اكتر من تجربه يلعب امتى يلعب ازاي يلعب من غير ما يقول له يلعب اخر دقايق ولقاه في كل الاحوال هو امام عاشور عشان كده كان بيتكلم عنه لو خدت بالك في المؤتمر وهو عينيه بتلمع وكانه اكتشف لاعب موهوب وذكي ومحترم. دي الناحيه الفنيه في قماشه امام عاشور يا محمود. امام عاشور بعد ما جاب الجون الاول ليه مع الاهلي وان شاء الله يكون فتحه خير جري عمل تعظيم سلام للجمهور. هنشوف اللقطه بس بتاعه التعظيم سلام وتحيته للجمهور واسال محمود صبري جمهور الاهلي وعلاقته بامام عاشور والوضع كان فيه ذبذبات انت ايه رايك؟ والله احترنا يا اخي احترنا اللقطه دي ثابته كده تعظيم سلام لجمهور الاهلي ها هيقول لك لا بس ما هو ما اعتذرش ده يعني هي القضيه يا جماعه بس انا القضيه واضحه ابتزاز لا مش ابتزاز اه اللي عاوز اقول لك الصفقه جامده جامده الانتقال جامد التعويره شديده الجرح مؤلم ضربه بموت طبعا ضربه ما كانش فيها رحمه مع انه يا جماعه لكن ايه عاوز اقول لك حاجه المساله انه انك انت في المرحله دي مطالب انك تحمي فريقك تحمي لعيبتك تحمي عنصر من عناصرك اللي عندك امل فيها انه يديك اكتر هو لسه ما اداش حاجه ان شاء الله طبعا فانت محتاج تحميه من اللي حواليه لازم يبعد على فكره لازم يبعد ما ينفعش ما يردش يعني ايه بص هتجد خلال الفتره اللي جايه كل ما يجيد ويسجل هتجد تطلع لك قصص وروايات بص لن يترك امام عاشور وحيدا ده بيمشوا على اللايك اما انا بكلمك اهو هذا ما عملتش لايك هعمل لك لا هعمل لك كل اللي انا اعمل لك مش انا عاوز لازم اعمل لك مشكله مش هسيبك المساله الحرب اصبحت حرب نفسيه فانا عايز اقول ايه لو احنا قعدنا نحكي من هنا للسنه الجايه مش هنغير في دماغ وفكر هؤلاء سيبقى الوضع كما هو عليه المهم انك انت ايه انك انت تبقى ماشي كده محافظ على نفسك صح. موفر كل الاجواء ما تلتفتش من الطوب والحجاره اللي بتيجي عليك اوصل انت المنصات وسيب خليهم يضربوا طوب ما هو النخل عالي بتضرب بالطوب عشان ينزل الملح هتعمل ايه فالمساله عاوز اقول لك ايه عودته للمنتخب شيء مهم جدا في توقيت مهم جدا الحفاظ عليه عندك عملت صفقتين ثلاثه بدات تجود في الناحيه الفنيه امام رفع كفاءه الفريق مهاجم بيدور ايوه على رفع كواليتي انا بكلمك بدات انت ايه تعلى بايه بس وانت ماشي كده اعتقد في التفكير بتاع اداره الكوره في النادي الاهلي وكولر ينزل بالسن تدريجيا يعني اللي يشوفه كبر شويه يعني الخطط الطبيعيه للحفاظ على ايه عشان ما يحصلش ايه فاكر لازم يعمل فانت لازم ايه في خلال ده يبقى انت كل تخطيطك تدور على ايه تنبش وتفتش على الحاجه المميزه اللي تلمعها
امام عاشور مش دي الصفقه الاخيره ولا النهائيه، هي دي الكوره يا جماعه، كوره بكل اصالتها وبكل اللي فيها. الاهلي ماشي في الطريق الشرعي، الاهلي راح لنادي عرض لعيب، الاهلي اشتراه بدخول وخروج يعني لاعبين من الزمالك. ده مرتضى منصور سعى انه بيراميدز يشتريه، يعني ما انا لا طبيعي يعني كان اخدك بس لا بيراميدز يعني لما راح سيف جعفر، لا لما راح سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه، ليه ما حصلش ليك حاله دول ولاد يعني الزمالك اللي متاخدين من الزمالك؟ انا بكلم تخيل الاثنين دول، دول جدهم الزمالك اللي كل واحد فيهم ابن الزمالك صحيح. يعني جد ما انا بسالك اهو يا استاذ عصام، طيب لما ظهروا في اول ماتش مع بيراميدز ايه اللي حصل؟ لا حدش خد باله، لا النور حجم اللي حصل، النور قطع، لا حجم اللي حصل. انا اوريك بس تفاعل بعض الاعلاميين في المساله لازم تاخدها. لما رمضان صبحي تعرض لهجوم من جماهير الاهلي اتعمل عليه حلقات، بس ابويا يا جماعه ده احتراف صح. أيوة. لما حصل مع يوسف اسامه نبيه وشفت منظر الولد مخضوض ازاي وسيف جعفر والجمهور هاجمهم في المدرجات، حد علق؟ حد اشار؟ عشان اوريك الكلب مكيالين، عشان اوريك انه الهدف عند الغالبيه او جانب كبير جدا هو الاهلي، هو الاهلي هو. بص الكل والمشهد ينبئ بيه، ينبئ باللي جوه، باللي جوه. بص وهو ده المفروض الرساله واللي يعيها ابناء الاهلي وكل منتسبيه، انه المساله غالبا المساله بدل ما المساله انت لابد ان تحافظ وتقاتل. انا بقول لك هيقول على الحماره، اضرب على الحماره خلاص. اذا هي المساله كلها ان انت تحافظ على فرقتك، تحافظ على لعيبتك، وتحافظ على وعي جمهورك، جمهور الاهلي اللي ادرك كويس قوي انه اذا كان امام عاشور اخطا في حق النادي الاهلي وهو ناشئ في الزمالك، فكمان هو من اعتذر للنادي الاهلي ومسؤوليه ونجومه وهو في نادي الزمالك. ما كانش جاي ولا في ولا كان لا في سفر ولا في اي حاجه. الدنماركي صفقه مطروحه على من يشتري اللاعب، واشتراه الاهلي ودعم صفوفه، لكن اعتقد انه زي ما محمود قال مزيد من النجاح من إمام عاشور هو مزيد من التربص والشائعات، ولكن يبقى وعي جمهور النادي الأهلي هو الضمانة الحقيقية. أستاذ عصام شلتوت، لعبتنا برضه أستاذ إبراهيم قبل ما نشكر لعبتنا لازم تاخد بالها من اللي قاله محمود ده الحقيقة. شكرا جزيلا على أنا اللي بشكرك أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا للناقد الرياضي محمود صبري اللي بكرة أنا مش عارف وأنا بتفرج على القرعة هتستعمل فيه إيه؟ استنى التصنيف هعمل فيه إيه؟ أقول حاجة ونام إبراهيم، أقول لكل منتسب الأهلي الإعلاميين حتى الإعلاميين الشباب الجدد حتى المنتسبين على السوشيال ميديا، يا جماعة يا تساعدوا يا تسكتوا. يعني إيه لما يكون في خطوة مش بطوله انك تقعد تقول اللي هيحصل، يعني مش هو ده التحدي يا جماعه، والله ما هو ده البطوله. البطوله ان فرقتك تبقى كويسه وانك انت فلتقل خيرا او لتصمت. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.